تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. عزيزاتي أعزائي أصدقائي الرياضيين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقائنا متجدد على أثير إذاعة MFM وبرنامجكم من الملاعب الرياضية. وشر مباركة مسعودة، والعيد مبارك، ونتمنى أنه يكون مر في الأجواء الرائعة، روحانية إنسانية، وبكل الحب نستقبلكم مستمعاتي مستمعي الكرام. يرافقني في هذه الحصة كالعادة يوم السبت زميلي يعني القسم الرياضي الإعلامي عبد الرحيم فاكرس. عبد الرحيم أهلا بك. أهلا وسهلا زميلي وأستاذي محمد أبو السهل بكل مستمعي الأوفياء لإذاعة MFM. ثلاث ساعات في عالم الرياضة من الواحدة حتى الرابعة، إليكم العناوين. المنتخب الوطني النسوي يضيع فرصة التأهل إلى أولمبياد باريس بهزيمة في الإياب الحاسم أمام منتخب زامبيا بهدفين لصفر. والهزيمة جاءت بعد الفوز في الذهاب بهدفين لواحد. كأس إفريقيا لكرة الصالات بالرباط من 11 حتى 21 من الشهر الجاري. والمنتخب الوطني المغربي حامل اللقب يستهل المنافسات بفوز على منتخب أنغولا 5-2. زامبيا تفوقت على غانا 5-2. واليوم الساعة 8 القاعة المغطاة المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، المنتخب الوطني المغربي في لقاء ثاني يجمعه بمنتخب غانا. ولقاء آخر عن نفس المجموعة زامبيا وأنغولا. وبالأمس مصر تفوقت على ليبيا 4-0. وناميبيا انهزمت أمام موريتانيا 5-4. غدا مصر ناميبيا، موريتانيا ليبيا. وفي الدوري الاحترافي الأول تدور وتعود عجلة الدوري الاحترافي الأول إلى الدوران. اليوم الساعة 4 المغرب الفاسي وسوفية برشيد عن الدورة 25. الساعة 6 مباراتان، الفتح والاتحاد التركي وكلاسيكو المغرب الوداد والجيش الملكي. وآخر لقاء اليوم الساعة 8 حسنية أكادير مولودية وجدة. غدا الساعة 5 أولمبيك في نهضة بركان. الساعة 7 اتحاد طنجة يتحول إلى تطوان ضيف على المغرب التطواني، وبمدينة الرباط الدار البيضاء ملعب البشير شباب محمدية الرجاء. لقاء واحد يوم الاثنين الساعة 8 شباب السوالم ونهضة الزمامرة. والدوري الاحترافي الثاني الدورة 21، الأندية تدخل الثلث الأخير وصراع طاحن محموم في القمة وفي الأسفل. الساعة 4 4 مباريات اليوم، شباب أطلس خنفرة الدفاع الحسني الجديدي، جمعية سلا بمكناس مع النادي المكناسي، جمعية سلا بمكناس كما ذكرت، وأولمبيك تشيرة مع الكوكب. غدا دائما الساعة 4 شباب مسيرة رجاء بني ملال، أراك أولمبيك خريبكا، شباب بن قرير ضيف على سريع واتزم، واستاد المغربي مع وداد فاس. الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية تحتفي باليوم العالمي للرياضة وتخلد الذكرى بنادي لانوريا، حفل رائع بهذه المناسبة. وتخليد للذكرى كان ليلة الاثنين بنادي لانوريا، حضور وازن لمجموعة من الفعاليات الرياضية. الجامعة الملكية المغربية للرياضة الجامعية والتي ترأسها السيدة نزهة بدوان أقامت هذا الحفل، تخللته تكريمات لمجموعة من الإعلاميات والإعلاميين، وكانت المناسبة لاستحضار هذا الحدث الرياضي العالمي والذي كان وراءه مغربي
من وطننا العزيز الأستاذ كمال لحلو الذي اقترح على الأمم المتحدة هذا الحدث يعني اليوم العالمي للرياضة. وكانت بداية الاقتراح يوم 22 ماي 2011 في المنتدى الدولي الثاني بجنيف بحضور الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كيمون وحضور أيضا الرئيس السابق للجنة الدولية الأولمبية جاك روغ وحضور سيد نوال المتوكل. وذكر أيضا وكرر الاقتراح في لقاء ثاني لجمعية اللجان الدولية الأولمبية يوم 22 أبريل سنة 2012 وفي 23 من غشت سنة 2013 هيئة الأمم المتحدة أقرت يوم 6 أبريل يوما دوليا للرياضة، وبذلك يكون المغرب بواسطة الأستاذ كمال لحلو قد تقدم بهذا الاقتراح وأهدى للرياضيات والرياضيين في العالم هذا اليوم. هذا اليوم اللي غادي يبقى يتخلد سنويا على امتداد التاريخ وسيذكره التاريخ في الحاضر وفي المستقبل. شكرا لاختياركم أثير إذاعة MFM. لا تنسوا أيضا الموقع الرياضي الشامل MFM سبورت بويما جديد الرياضة وطنيا وعالميا. ابقوا معنا نفتح الملف بعد لحظات. مرحبا مستمعاتي مستمعي الكرام، البداية بكأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للميني فوت، كرة قدم الخماسية، كرة الصالات، فوتسال، كل هذه الأسماء كلها كتبين شنو اللي وقع. ولكن المغرب يتحول إلى قبلة للميني فوت، أجواء رائعة كانت بالقاعة المغطاة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله وقاعة ابن ياسين أيضا، ولكن حفل الافتتاح كان رائع. المغرب يلقن دروسا الآن في التنظيم وفي احتضان التظاهرات الرياضية، وهذا المد الآن مستمر. 2025 كأس أمم إفريقيا بالمغرب، المغرب أيضا مشارك وطرف في المونديال 2030. المقابلة الأولى وشتي كيف لم يتزعزع المنتخب الوطني رغم أن أنغولا كان سباقا للتسجيل. بالفعل الأستاذ محمد أبو سهل، المملكة المغربية تواصل الإبهار ديالها بعد الإنجاز أو بعد تنظيم الباهر اللي كان في مدينة العيون في الدورة السابقة، واللي كان بشهادة لكل المتتبعين وكل المهتمين بأنه كان تنظيم رائع. أول أمس كان تنظيم أكثر من رائع، بدينة الرباط في افتتاح الدورة أو كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة اللي بالحضور الجماهيري الكبير بالتنظيم الجيد، وكذلك بالظهور الأكثر من رائع الفريق الوطني المغربي اللي كيواصل الإبهار دياله وكيواصل العمل اللي كيقوم به الطاقم التقني بقضية السي هشام الدقيق اللي كيقوم بهذا العمل كبير وكبير جدا، لا من خلال العناصر اللي كيبحث عليها وكيطعم بها الفريق الوطني المغربي، ولكذلك من خلال النهج التقني المعتمد في جميع المباريات. شلنا الخصم ديال المنتخب الأنغولي في المباراة الأولى اللي كان خصم عنيد، كان خصم قوي، ولكن المنتخب الوطني كان في المستوى الكبير. غادي نمشيو عند زميلنا إلى مدينة القنيطرة، والقنيطرة هو معقل بالفعل معقل الميني فوت وبال كرة قدم المصغرة، واسطة هذا النادي اللي كان نادي عريق الجمعية العريقة أجاكس والسي محمد النهيضة، وكان أيضا الشهود اللي كانوا حاضرين والعدولات منهم سي عمر شباخ وعائلة دومو ومجموعة من العائلات أيضا هناك بمدينة القنيطرة، شهود على الولادة وعلى النمو وكيف ترعرعت هذه الرياضة هناك بالقنيطرة لتحول إلى العالمية اليوم. سيدي عمر مرحبا بك. سي عمر شباخ، سي عمر شباخ، نعود نذكر على أن المنتخب الوطني المغربي كيحتل في التصنيف وفد في 12 في التصنيف العالمي عالميا كان كيواجه أنغولا 93، غانا
وغانا ايضا راه بعيده غانا في التصنيف ديالها كتبقى غانا 67. سيدي عمر شباخ. نعم سي محمد ابو سهل، مرحبا بك، مرحبا بالزميل عبد الرحيم فاكر والاخوان في العارضه التقنيه عفوا وكذلك بالمستمعات والمستمعين برنامج من الملاعب الرياضيه عبر اثير راديو ام اف ام. كما ذكرت في سي محمد في المناسبه الشرط اليوم الحدث واضح وهو كاس افريقيا للامم ديال كره القدم داخل الصالات اللي كتحتضن للمره الثانيه تواليا البلد ديالنا، فبعد العيون 2020 الان الرباط مع 2024. فالمنتخبات المشاركه سي محمد من خلال التصنيف الجديد للفيفا، فالمغرب في المرتبه الثامنه، مصر في المرتبه 36، ليبيا 45، انغولا 46، زامبيا 84، موريتانيا 112، غانا 140، وناميبيا 158. يعني تقريبا كاين هنايا معنا مشاركين اربعه ديال المنتخبات في الخمسين الاوائل في افريقيا. المغرب اكيد كيتصدر لان المغرب الان ولا ضمن المنتخبات الكبرى عالميا. فكما ذكر الزميل عبد الرحيم فشخصيا حضرت المقابلات، فاولا بداوا بالتنظيم، التنظيم كان رائع واعطى صوره جميله على الاستحقاقات المقبله اللي ان شاء الله لا خوف على التنظيم فيها لان جميع المسائل كانت متوفره. تحيه هنا لرجال الامن اللي كانوا يؤمنون كل الممرات الى مجمع الامير مولاي عبد الله، كانت تسهيلات رغم العدد الهائل ديال الجماهير اللي فات، رغم ان البعض قبره لان القاعه بكل صراحه القاعه عمرات كان تشجيع قوي. كان كما ذكرتي الافتتاحي كان في المستوى الرائع في السد، جميع الطقوس الافريقيه كانت حاضره، الطقوس الجميع كانت شفنا غير من الوجه ديال سي موتيسيبي انه كان فرحان وسعيد جدا انه حاضر لهذه الدوره هذه الافتتاحيه. يعني من خلال الملامح ديال الوجه ديالو وكان ما كنشوف الابتسامه العريضه على وجهه يؤكد نجاح هذه الدوره اولا في الحفل الافتتاحي ديالها. فجوج ديال المقابلات الاولين اللي كان معين الجمهور المغربي، فالمقابله الاولى كانت بين زامبيا وغانا فانتهت الفوز بزامبيا 5-2 وهي نفس الحصه اللي عرفتها مقابله المنتخب الوطني المغربي ضد الفريق انغولا. فريق انغولا فريق ماشي سهل سي محمد لانه كتكون من عناصر قويه وقويه جدا، لان الجول ديالها كيمارس بالبرتغال. حنا كنعرفوا البرتغال كانت من الدول اللي كانت بدات هذه اللعبه هذه، كانت شاركت في اول دوره اللي كانت قامت في الاورغواي، ومن ثم هما والاسبان يعني هما اللي جلبوا هذا النوع الرياضي الى اوروبا. نعم سي عمر. نعم كيبان على ان المنتخب ديال كره القدم داخل القاعه الفوتسال يعني هذه الفتره اللي قضاها مع المدرب ديالو الخبير والمحاضر لدى الفيفا سي هشام الدقيق، كنشوف داك العلاقه ما بين اللاعبين جميع المكونات والمؤطرين والقائد ايضا، كيفاش كاين داك الجانب التربوي والاخلاقي والراجل متحكم في الفيستير. ثم كاين 14 تقريبا ديال اللاعبين، ولكن شحال فيهم ديال اللاعبين اللي كيمارسوا في على الصعيد الوطني؟ كاين جوج ديال الانديه، كاين صقر اكادير ولوكوس القصر الكبير ولا وحارس الاحتياطي من فريق اسود الخبازات هذاك الحارس الاحتياطي. اذا 14 ديال اللاعبين، تنعتقد عدد اللاعبين الذين يمارسون في الـ في الـ في الـ في الـ في الخارج عدد قليل. خمسة ومنهم جوج اللي مشاو من البطولة الوطنية واحترفوا، هما سفيان سرار والبقالي. لا ولكن يعني كاين دابا هادو اللي مشاو احترفوا من المغرب، عاد كاين واحد مشى من الاحتراف رجع الهجرة المعكوسة. هو الشعراوي يعني كان متميز كان في البطولة، كان ضمن اللائحة ديال المنتخب الهولندي. كان كيلعب في هولندا وانتقل الى اسبانيا، ولكن
قنعوا سي هشام دقيق هذه تقريبا تقريبا شي عامين هو مع المنتخب الوطني، واختار انه يلعب وشتي بواحد الحماس وسمعتي التصريح ديالو شنو تيقول، ولم يندم لانه اختار المغرب لانه كما كيقول انه كيتمنى انه يشارك في كاس العالم، وان شاء الله كاس العالم المقبل ان شاء الله في الطريق، لانه نظرا للمستوى الكبير اللي احنا شفنا تقريبا جميع المقابلات شفنا جميع المنتخبات، فالحظوظ ديال المنتخب الوطني المغربي كتبقى كبيره وكبيره جدا سي محمد ابو سعد. نعم، ولكن قراءه في الاحصائيات كتبين على ان ما بين 2021 او حتى 2023 نعم 2020 2024 فالفريق لعب 96 مباراه فاز في 78 بما فيه المقابله الاخيره وتعادل في 12 وخسر في 6 مقابلات، سجل 465 هدف دخلوا عليه 126 عنده زائد 369، لعب 64 مقابله وديه و 32 رسميه بما فيهم المقابله الاخيره ضد انغولا. نعم كيدخل اليوم كيدخل مرشح السي عبد الرحيم. بالفعل كما اكد السي عمر شباخ فالفريق الوطني المغربي اليوم كاين واحد الانسجام كبير وكاين واحد العلاقه وطيده ما بين الاطار التقني سي هشام دكيك وكذلك اللاعبين وكذلك الطاقم المساعد، وهذا اللي لاحظنا على ارضيه الملعب الوقت اللي استعصى الامر ما في بعض فترات ديال المباراه ضد المنتخب الانغولي في المباراه الاولى، شنا الطريقه كيفاش كنا التواصل كيفاش كان مع اللاعبين، وبالتالي كانت نتيجه مستحقه للفريق الوطني المغربي، وهذا ان دل عن شيء فانما يدل عن الكره او هذيك القفزه او الطفره النوعيه اللي عرفتها كره القدم المصغره والعمل اللي كيقوم به الاطار الوطني سي هشام دكيك في العمق، ولا سيما انه في تصريح ديال سابق اكد بانه دائما كيعمل على اعداد الخلف، والخلف اليوم كنشوفوه موجود لا في الفريق الوطني حرف باء ولا في الفئات السنيه، واليوم راه شفنا الفريق الوطني المغربي من خلال هذاك التنوع اللي كيكون من حين لاخر داخل المباريات باخراج لاعبين وادخال اخرين كيكون هذاك التنوع، وبالتالي كاين هنا وجد الحلول اللي كانت مستعصيه اللي كنا كنقولوا واللي اثارت الجدل الكبير على الفريق الوطني المغربي في المباريات الحبيه المباراتين الاخيرتين داخل الفريق الوطني المغربي داخل الصاله، سي هشام دكيك بكل صراحه الحلول متوفره وموجوده، وبالتالي كي الفريق الوطني كينتصر بواحد السهوله وباداء مقنع. هذا هو اللي بغينا وهذا هو اللي بغاو الجماهير المغربيه، ما بقيناش كنشوفوا واش غادي يربحوا بشحال غادي يربحوا، يعني احيانا تيقول لك غادي يواجه منتخب ضعيف، اي منتخب ضعيف ولكن الحصه كتعكس، راه كنتذكروا نهار 23 يونيو 2021 في المنافسات ديال كأس العرب كيفاش انتصر على الصومال ب 16-0 16 مقابل 0، يعني هو محمد القوة ديال الفريق الوطني المغربي وانا دائما كنكون قريب منهم جدا، فهو بمثابة عائلة، فملي كتشوف اللاعبين كلهم كيقولوا للمدرب ما كيقول ما عمري سمعتهم قالوا له سي هشام الوليد عظيم جميع اللاعبين الوليد، ما عمري سمعت شي لاعب كينادي سي هشام دقيق كيقول له السي هشام ولا السي دقيق ولا شي حاجه الوليد. وربما الجماهير المغربيه تابعت واحد اللقطه ما بين هشام دقيق وبين اسماعيل امازال، لان شاف واحد من الابناء ديالو، حنا كنعرفوا المستوى الكبير ديال اسماعيل امازال داخل المجموعه الوطنيه دائما هو كيكون من احد المفاتيح، فهذاك النهار ربما رباء امام الجماهير الكبيره اسماعيل ربما تحس الاب ديالو، انا دائما نقول الاب ديالو انه ما دخلش ديك 100% كما كيعرفوا هو، فخرجوه وحركوا الجماهير كيحسبوا انه كيخاصم عليه، فلا هذيك وغادي ياكد السي هشام دقيق انها كانت مقصوده. نعم. انه يفيق الابن ديالو ويرجعه، وحنا شفنا من بعد هذيك الحركه كيفاش رجع اسماعيل امازال. لا شوف تيقول لك يبقى الود ما بقي العتاب، انا كيحبوا لان وعموما النتيجه هي هذه، وما كنسمعوش على ان خلافات صراعات تشنج، هذا اللعاب غادي يقول ما عمرك سمعتي هشام دقيق قال لك هذا اللعاب راه قلت لي يشرب الماء ما بغاش يشرب الماء نقول يسير في حالك ولا كذا ولا داك الشيء، ما كاين شيء. إذا كيف كتوقع المقابلة ديال اليوم مع منتخب غانا؟ هي تكون مقابلة أقل حدة من المقابلة ضد الفريق الأنغولي، لأن كما ذكرت الفريق الأنغولي كيبقى من المنتخبات الممتازة داخل إفريقيا، لأن حاليا مصنف رابع بعد مصر بعد المغرب ومصر وليبيا،
يعني بينه وبين ليبيا ما كانش عدد النقاط 45 و46، يعني ليبيا في المرتبة 45، أنغولا في المرتبة 45، يعني يحققوا نتائج جيدة فهذو أكيد غادي يكسبوا بعض النقاط. المنتخب الليبي شناه أمام مصر ظهر بواحد المستوى اللي شخصيا فاجئني، لأن عينة المقابلات الودية ديالو كان أكثر حدة وأكثر تنظيم، ولكن البارح أمام المنتخب المصري شت النهار تماما. ولكن هذا كيبان أن الفريق المصري كذلك هو مستعد لهذه الدورة، وأكيد غادي هاد الثلاثي اللي شفنا في كأس إفريقيا في العيون، يعني المغرب مصر أنغولا، أكيد هذا هو اللي غادي نشوفه إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك خويا عمر، وحنا كان نسعدوا بمتابعة ديالتك الجيدة، ومزيد من التفاصيل، مزيد من الأرقام، مزيد من الأخبار الكرة القدم داخل القاعة، وإذاعتكم MFM في قلب الأحداث الرياضية. شكرا لك سيدي عمر. إذن رجعوا، هذا رجعوا لهشام الدقيق. هشام، هذا المنتخب ديال أنغولا قال لك ما تنعرف عليه والو، قال لك دخلنا، قال لك لعبنا معاه المقابلة، دخلنا معاه المنافسة، تنافسوا معاه وتنكتشفوا فيه. بالفعل، لأنه كان كيجهلوا، لأنه حتى المباريات ديال المنتخب أنغولا ما كانش مباريات كثيرة اللي قادها المنتخب الأنغولي، وبالتالي ما كانتش فرصة لعند الطاقم التقني ديال الفريق الوطني المغربي بقيادة هشام الدقيق باش يطالع على جميع الأمور اللي كتتعلق بالفريق الأنغولي، وبالتالي غادي يكون هناك واحد العمل عليها. بالتالي كان المباراة رسمية هي في المباراة الأولى عن المجموعة الأولى اللي كتضم غانا، زامبيا، والمغرب، وأنغولا. تم اكتشاف المنتخب الأنغولي، وبالتالي وجد هذيك الوصفة السحرية اللي خلتنا ننتصروا عليه. نستمعوا لهشام الدقيق تيقول لك أنا ما كناش نعرفوا والو على هذا المنتخب ديال الأنغولا، كانت نفسه معاه، دخلنا معاه المباراة، وفي نفس الوقت كان تباراو معاه وتنتعرفوا عليه. هشام الدقيق كيعرفوا علينا كل شيء، تشوفوا المباريات ديالنا كاملين، عارفين الديتاي ديال اللاعبين المهاريين ديالنا، كيفاش كندافعوا، كيفاش تنهجموا، وحنا ما عارفين عليهم حتى حاجه. يعني انا تعرفت عليهم تقريبا في الشوط الاول، بحثنا على المباريات ديالهم ما كانوا شيء، كنعرف اللاعبين انهم بعض اللاعبين انهم محترفين في البرتغال، مدرب برتغالي يعني تبارك الله فاهمين، اللاعب الافريقي كذلك موهوب وقوي، ولكن ملي داز الشوط الاول يعني بدينا تنتعرفوا عليهم، عطينا بعض التوجيهات اللي يعني كتبقى خاصة بالفريق، ما نقدروش نقولها هنايا، لكن الأهم شيء هو أننا تعرفنا عليهم وغيرنا بعض الطرق، وشفتوا يعني كانت موجة من الفرص كثيرة وكثيرة بزاف. مسألة عادية، اللاعبين ديالنا واخا كنلعبوا مباريات كثيرة ما كنلعبوش قدام هذا الجمهور، كاين رهبات البدايات، كاين تسرع، اللاعبين باغيين يديروا شي حاجة، دخلوهم في الحماس اللي كان زائد، شفتوا الشبكه خاويه واللاعب بغى يسجلها وضربها الفوق، هذه كلها مسائل اللي حاولنا نمتصوا بهدوء، والحمد لله انا كيهمني انه ندير الفرص، هذا هو اهم شيء عندي، ماشي تكون عندي المباراه متوازنه ما توصلش الشبكه ابخي ملي كتبقى تضيع ولا لا تضيع بواحد السهوله، هذيك مسائل غادي تحسن من بعد ما فيهاش ان شاء الله. هذا تحسن من بعد، شوف يعني تصريح فيه تحليل منطقي، تحليل علمي، الرجل تعرف شغالاته كيفاش بدون تشنج، ثم تطرح السؤال حول الجانب النفسي، لأن تقريبا هذه 4 سنين ما لعبوش المباريات بالفعل لأن الجانب رسمية، ولكن غادي تجي وغادي يدخلوا هاد اللاعبين فيهم لاعبين جداد وكيلعبوا أمام جماهير في مناسبة، والمنتخب الوطني المغربي كيدخل حامل اللقب، عليه واحد مسؤولية أنه يدافع على اللقب ديالو، راه ماشي منتخب، والمنتخبات كلها كتوجد ليه. بالفعل، لأنه على غرار المنتخب ديال الكبار ديالنا، راه كما صرح سي هشام الدقيق كاينة رهبة البداية أولا، اللاعبين باغيين يقدموا واحد الأداء مقنع للجماهير المغربية، اللي كان الحضور ديالها قوي جدا، إذا كانت واحد المسؤولية كبيرة وكبيرة على العاتق ديالهم، ولا سيما بأنهم أبطال إفريقيا، أبطال العرب، كأس العالم الأخيرة المشن المستوى اللي قدموه، إذا كانوا في واحد المستوى كبير، كان عندهم عليهم واحد الثقل كبير وكبير جدا، ولكن كما قال هذا هو اللي كتطالب به الجماهير المغربية، واللي شفنا أستاذ محمد أبو السال وطرقت إليه مرارا، كتلعب مع الخصم ولكن كتكتشف فيه وبالتالي كتوجد الحلول. نعم،
وثم كاين الاجواء ديال العيد. الاصل ديال العيد هو الفرحه، هو البهجه والسعاده، ولكن عندما يكون عندك منتخب ويترجم لك هذه الامور كيكمل لك هذيك الفرحه، هذيك الفرحه اللي كتشوف يسجل اللاعب وثم كتفجر ديك المدرجات، كتحس على ان الكره كتوضع اللمسات السحريه على الشبكه وتنفجر هذيك المدرجات. التحضير النفسي بالنسبه للسي هشام الدقيق، واحد العامل اللي ما تنتحكموش فيه حنايا هو العامل النفسي ديال اللاعبين، رغم اننا كنتهيئوا راه كاين حماس، كاين اول مباراه رسميه هذه تقريبا اكثر من 4 سنوات. هذه العوامل تتاثر بزاف على اللاعبين وحاولنا نهدئهم نرجعوهم للتركيز. كنقولوا متكافئه، يعني حنا كنحترموا جميع الخصوم، لكن صراحه الشوط الثاني كان كله ديالنا تقريبا بالمحاولات، وهذا هو الاهم، هذا هو الاهم. وبيان سور ملي تاخذ 3 بوان في الماتش الاول فتنظن انها احسن بدايه تكون بغض النظر على عدد الاهداف. فاول يعني بدايه كتبدا وكتنطلق كترجع بعد كتستقبل هدف، وداك الهدف ما كيزعزعكش، كترجع في المقابله، وثم كيبان على ان خطوط هندسيه داخل رقعه ديال التباري، كاين خطوط هندسيه كتبان لك على ان الامور ما كاينش عشوائيه، ما كاينش الرقعه ديال التباري بحال السطرنج هي موزعة على مجموعة ديال المستطيلات وديال المربعات، كل واحد عارف شغاله، كاين الطريقة كيفاش كي يدبر الكرة، كيف كيتم نقل الكرة من الحارس المرمى ديالنا حتى المرمى ديال بواحد الطريقة اللي هي مدروسة وكل واحد. وبان كيف قال سي عمر شباخ كيفاش أن المدرب هشام الدقيق عاتب اسماعيل أمازان. بالفعل كان عتاب ودي هذاك من اجل الارجاع او العوده ديالو يدخلوا في هذيك الاجواء ديال المباراه، لانه بسرعه بدات التاويلات، واش تقلق عليه، واش خاصم عليه، واش عايرو، واش كذا، واش هذا. يعني وهنا استاذ محمد ابو السلام من خلال هذه التصريحين اللي درجت الان كيظهر بان بكل صراحه، بكل صراحه باش السيد نعطيه الحق ديالو، متمكن بالميدان بالمهمه ديالو اللي منوطه به وهي على راس العارضه التقنيه ديال الفريق الوطني المغربي، لانه وجد حلول بعد ما تلقى الهدف، وجد حلول بعد ما استعصى على بعض اللاعبين الظهور بهذيك الصوره، وكان هذاك الضغط ديال الحضور الجماهيري. اذا كاين مدرب متمكن، نتمنوا له كل التوفيق، لان المهمه ديال المربي ديال المدرب احيانا تيتقلق على شي واحد، ولكن تيكون يعاتب ولا يقصي، والعتاب كيبقى الحب دائما، الا كان العتاب تيبقى داك الحب، ان الهدف من داك العتاب هو التصحيح، هو التصويب، هو ان انت كتجير هذاك الولد. هو معنا واحد من الاطر اللي لعب، وكانوا دربوا مدربين كبار وكانوا كيعاتبوا حتى هو، وكانوا تيعطونا هاد، وهو ايضا من اللي تحمل المسؤوليه، هو زال وعاتب حتى هو، حتى هو يعاتب هكذاك، وعارف غادي يشرح اكثر. نعم، هو سي عبد الغني، سي عبد الغني العثماني ابن الحريزي القح ابن مدينه مرشيد، اللي كنكونوا ليه كل الاحترام وكل التقدير. ضروري انت تجر القبليه لا تجي ضروري يعني دابا باش تنشطي خصك تجر لي هذيك ولاد حريز شويه باش تحرك المواهب. هو حريزي بالنخوه، بالنخوه كورتو بكل شيء، وهذيك المنطقه شنو عطات ديال الكواريا. ولاد حريز راه كانوا حاضرين في كاس العالم منذ اول حضور، حضور في 1971. ونقولوا احنا باش نعطيو لولاد حريز قيمتهم، ونرحبوا بعدا عاد نقولوا التعليق ديالنا. سي عبد الغني العتباني، اهلا، تحيه لكم خلال كل ولاد حريز كل اهلا سي ابو سهل وسي فاكير، وصراحه هذا الكلام الجميل اللي قلتوه في حقي وفي حق ولاد حريز، حنا كنكون لكم كل احترام وتقدير، لانكم كتستاهلوا هادشي كلشي. اول كاس العالم 1970 حريزي دير الديس باموس، والله والبراسار داير الحمد لله. انا ملي كيبان لي يوسف يتبر رشيد ماشي هو هذاك، تنقول ماشي خاص يوسف يتبر رشيد تزيد لقدام، لا خاصها ترجع امجادها فعلا، ترجع لبلاصتها فين كانت، ماشي
لان اللي عطات اول عميد ديال المنتخب الوطني مشى من يوسف يتبرشيل ومن برشيل ومن هذه المنطقه هذه الجميله والرائعه الى الرباط الجيش الملكي. وكيفاش كيف انتهى انت عميد ديال الفريق وانت جنرال في الجامعه ورئيس الجامعه في 86 وهذا اش غادي نقول لكم الله يكبر بكم وهذا الشيء معروف عليكم وهذا واجب كنتمنى لكم الاحترام والحب والتقدير والمكانه ديالكم لا سي ابو السيد لا سي فاكر باش نقولوا العكس ونشدوا واحد دابا ونجلدوا شي واحد هنا ونتحدوا عليه ولكن صراحه ونستعرضوا عضلاتنا عليه ونصرخوه الى كان لا يستحق حشومه. الحمد لله يوسفية برشيد عطات اسماء كبيره وعطات نماذج كبيره على المستوى الوطني وعلى مستوى فرق ديال المغرب كامله. كنتمنوا انها توفق في المهام ديالها لان اللي كنشوفوا فيها دابا العماري الحطاب بن طيبي قريشات عبد ربي رياضيس طالب رافيق يعني سكيلات يعني واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي عطاو الشيء الكثير حتى انا اللي ما علاوش في ليكيب ناسيونال اللي عملوش فهادي راه كاينين خيرات كاين جلالي كاين شراط كاين كرادا كاين بولال كاين صغير صغير بحال الاسماء كبيره وكبيره في برشيد دائما مشتل ديال النجوم. كنا كناقشوا هذا اسماعيل مازال اللي ربما ارتكب او اخطا كيفاش عاتبوا المدرب وكيفاش خرجوا كاين التاويلات لان المتابعه دقيقه لهذه المباراه هذه كاين اللي اعتبرها على انه تقلق عليه على انه من اللي عيط عليه بغى شنو اللي غادي يقول لي وما نقراوش النوايا ديال الناس بعدا هي صور كتلتقط واحداث ولكن خليوا الراجل هو يفسرها ماشي حنا نبقاو نقولوا راه عايروا راه تسبوا راه قال لي ما فهمتش انا كيفاش غتقرا حتى العلم ديال ان تقرا حركه الشفاه. هذه راه يعني مناسبه كبيره كاس افريقيا وحنايا يعني فوق العاده يعني مرشحين فوق العاده باش اننا نكونوا ابطال في هذه النسخه هذه وبالتالي الغلط ممنوع. راه ماشي بانه بطل ديال جوج ديال النسخات بانه فاسيلمون غادي ياخذ هذه النسخه ولكن راه بالعمل بالجديه راه الاعصاب اللي كيكون عليها المدرب راه ما كيحس بها غير المدرب راه خصنا نقولوها وبالتالي فهذاك هذيك الشعاله اللي شاعله فيه راه عادي بانه يتعامل مع الابن ديالو راه ماشي لاعب ديالو راه ابن ديالو هذا كيبغي يشوفو دائما في مستوى كيبغي يشوفو انه يعطي كثر كيبغي والا خرج راه بغى يحميه ربما هو في واحد لحظه سهو ولا لحظه ما كاينش فيها خصو يخرجو وفي الفوتسال كتعرف يعني لي شونجمون ليبر تدخل خرج يعني فرصه باش انه يعيد الانفاس ديالو فرصه انه يصحح ليه بزاف الحوايج. نستمعوا لهشام الدقيق كيتحدث على هاد الواقعه ونستمعوا باش ما نبقاوش ناولوا هكذاك تاويلات ونبقاو نقراوا النوايا ديال الناس فقط انه سبوش ما لا اعتقد هذا ليس من شيم ولا من اخلاق هشام الدقيق لان كنشوفوا كيف يتعامل كيف الهدوء ديالو وهو ابن شرعي لكره الصالات. ماذا حدث مع اسماعيل امزال ملي نادى عليه ثم بغى ولكن من بعد هذاك المنادات كيف تحول امزال بدون خطا؟ صدقني ما كنتش معصب نهائيا وطريقتي ديال العمل هي كتبقى لانه الا تعصبت يعني الا تغلبات شويه ليموسيون مشى كل شيء لان حنا واحد بحال لو جو دي شيك خصني نكون نفكر هذيك الحركه مع اسماعيل كانت يعني درتها فولونتير يعني درتها اراديه لانه اسماعيل كان من احسن اللاعبين في هذه السنتين لكن اول كوب دافريك غيلعب فانا شديته وقلت له ودي راه انت راه تقدر دير اكثر من هذا الشيء وبحيث من بريمير ميتون وانا تنهضر معاه فلذلك كاين فالي لو سكوي ان بو وشتي انا هذيك علاقه هو اصلا هذاك اللاعب تيقول لي الوالد تيقولش لي كاع كوتش فلذلك تعاملت معاه بحال ولدي وفعلا من بعد انا ضاعوا ليه يعني ضاعوا دي سيتياسيون ماشي ديالو رغم انه كان احسن لاعب ضد الارجنتين واحسن لاعب ضد فلذلك بعض المرات كنديروا شي حركات كنديروهم يعني اكسبري باش نوقدوا اللاعب اما الحمد لله ما كانش كاع نهائيا الاصل.
ما كانش كاع ما كانش انا متعصبش قال لك ما كاينش عصب هو كيشوف فيه بانه خصو يكون احسن من هذاك الشيء اللي كيعرف عليه فهو تعجب باش المستوى ديالو في هذه المقابله ما كانش في العطاء ديالو هذا فكانت فرصه انه صحيح الموضوع وفين كاين المشكل انه يغضب عليه راه الواحد لا من كيغضب اون جينيرال هذا اللي كيبغي هو كيبقى الحب ما بقي العتاب بيان سور انسان كيشوف فيه لاعب كبير بامكانيات كبيره غادي يعاونو في هذه المقابله ولكن كاين لحظه السهو هذيك لحظه السهو خصو يعيط عليه هو كاين اولا كاين الاهتمام بيان سور كاين الاعتناء كاين الانتباه بالنسبة لواحد المدرب اللي مقابل شغاله واللي مقابل المسائل دياله واللي بغى أن الأمور تكون أرقى وتكون أحسن يعني هذا هو الهدف هذا هو المدرب اللي مقابل شغاله المدرب اللي مقابل الأمور دياله اللي راد البال الأمور دياله هذا ماشي وثم شرف أن تلعب في هذا النسخة وفي هذا المنتخب والفريق يعني ملي كنشوفوا انا نعطيك غير بعض الارقام ونرحب غادي نرحب ايضا حتى بواحد من الاطر المغربيه الشابه اللي كنتظر ايضا حتى هو يرجع يشتغل اللي هو واحد من ابنائنا واحد شهيد اللي هو الاستاذ هو المربي سيدي محمد شهيد سيدي محمد واش المباركه مسعوده علينا وعليك أستاذي سيدي محمد أبو السهل وسعد عبد الرحيم وخويا العثماني والمشرف على البرنامج ومستمعات ومستمعي راديو ام اف ام يعني الميني فوت ذاك اللي كيدريب لي في متر مربع يمكن له يدير وكبار اللاعبين بداوا من وفعلا إلى لاحظنا أن الكرة الإسبانية فاش كانت في الأوج العطاء ديالها انتجت الرياضة ديال كرة القدم فوتسال لأن منها خرجوا لعابة اللي بهم دو كأس العالم ودو كأس أوروبا ومنها تيخرجوا لاعبين تقنيا تيكونوا قويين وكرة القدم فوتسال حاليا المنتخب المغربي راه غادي في كي كنقولوا غادي في الطريق الصحيح ونتمناو التتويج يكون عاود ثاني يشرف التتويج يكون ثاني امام منتخب كاس العرب ثلاثه المرات 21 22 و23 بطوله افريقيا الخماسيه 2016 بجنوب افريقيا 2020 بالعيون المغربيه كاس القارات ثم المشاركات في كاس العالم هاد المباريات الرسميه كاملين حتى الان 77 مقابله فيها خمسه فيها 52 بالمقابلة الأخيرة 52 انتصار 4 ديال التعادلات 21 هزيمة شحال مسجل ديال الأهداف في هذه المقابلات الرسمية 350 ودخل المرمى ديالو 170 فرق كبير ما بين 350 و 170 هذا كيبين إلا شديتي الرجل وبغيتي تقراه وتحط النتائج ديالو وتحط العمل ديالو أن الرجل وازن كنعتقد انا الرجل وازن الرجل من بين اللاعبين اللي تميزوا سفيان شعراوي السي عبد الرحيم بالفعل سفيان شعراوي من اللاعبين اللي كانوا نال جائزه افضل لاعب في المباراه بحيث كان اضافه قيمه مضافه للفريق الوطني المغربي كنتكلموا على لاعبين مشاو من المغرب احترفوا أولا لاعبين احترفوا دابا هذا لعيب شرا هذا من هولندا إلى إسبانيا ثم رجع إلى في المغرب بالفعل واختار القميص رغم أنه كان مستدعي من طرف المنتخب الهولندي ولكن اختار حمل القميص الوطني المغربي وكان عنده افتخار واعتزاز وبالتالي كان عنده واحد الدور مهم في هذا الانتصار ديال الفريق الوطني المغربي شنو الأداء ديالو وهذا اللي كان أكدوا هشام الدكيك في تصريحات سابقة بأنه غادي يكون كاين هناك مجموعة من الاكتشافات ومنهم سفيان الشعراوي اللي كان يوم في المباراة الأولى واحد العطاء بسخاء وكأنه قديم مع المنتخب الوطني فعلا لأنه عبد الغني العثماني أولى المقابلة ديالو صراحة بهرنا جميعا لأنه بإمكانيات كبيرة فيزيكمون تبارك الله في المستوى كيطلعوا يهبط كنعرفوا الفوتسال يعني خصك تكون في الكوتي فيزي خصك تكون 100% يعني واجد وكان إضافة صراحة عطى التسجيل يعني راه هو الهداف ثلاثة ديال الأهداف
يعني وهذوك الاهداف حاسمين ماشي كانوا حاسمين يعني الهدف ديال التعادل الهدف الثالث الهدف الخامس يعني اهداف اللي كانت في المستوى غير فقط باش ندير واحد الاشاره كنتي كتهضر على القيمه ديال الفوتسال على ديال الفوتا 11 حنا كنعرفوا بانه المربع المستطيل الاخضر فيه 18 مربع مربع نعم يعني كل نصف الملعب فيه تسعود نعم. هذا كيبين بانك ملي كتخرج من مربع المربع يعني راه بحال اللي كدير فوتسال يعني 4 ضد 4 4 ضد 2 3 ضد 1 دائما انت محتاج المربعات وبالتالي لاعبين كبار خصوصا في البرازيل في البرازيل جميع اللاعبين اللي كيلعبوا في المنتخب البرازيلي ديال فوتا 11 تبارك الله هما كويريا ولعبوا كيلعبوا في الفوتسال هذا كيبين بانه الكويري اللي في الفوتسال فاسيلمون انه يلعب الفوتا 11 وعندنا مثال بالنسبه لنا المنتخبات كانوا مدربين ديال المنتخبات ديال المانيا هذا كيبحثوا على السر ديال البرازيل في كاس العالم ومشاو شافوا هذوك اللاعبين كيفاش ملي كيساليو كيمشيو كيدربوا وتبعوهم لقاوهم عليهم كيهودوا اللصال وكيلعبوا ما بين المقابلات ديال كاس العالم كيلعبوا الميني فوت وشافوا كيفاش كيلعبوا بواحد المتعه تيلعب وتيبيض هذا ويدير هذا ويدخل هذا ويدريب هذيك المتعه ديال 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 كره القدم اذا كنلقاو هاد الدراسه ديال هاد الوليد هذا سفيان شعراوي كيفاش انه كاين في اللائحه ديال المنتخب ديال هولندا ولكن اختار يلعب للمغرب وثم شنو اللي كيقول لك الله يبارك الله يبارك كيفاش تجيري واحد الولد بحال هذا وكيجي كيعطي نموذج انه اختار ورجع كيلعب هنا في المغرب فريق صقر اكادير صقر اكادير اختار يلعب كره في صقر اكادير هذا دراسه اذا اللي كيحلموا بالفردوس مزيان ولكن راه كاين اشياء اخرى هذه الهجره المعكوسه الوقت اللي كتوفر الامكانيات عندك في وطنك والبطوله يعني كتولي مهيكله وكتولي فيها امكانيات ماديه وفيها طموح انك غترجع تلعب في بلادك ولكن غتلعب كاس افريقيا وغتلعب كاس العالم هادو هما هادو هما الحوافز هادو هما الضمانات ياك السي محمد شاهد وفعلا بالنسبه للاعب الشعراوي انا ملي شفته في المقابله والله العظيم استاذ وراء السي العثماني الى شفته كنشوف لا سيلوات ديال جواد الزياري فعلا كتشوف تكنيسيان تاع والجميل ملي سجل ذاك الهدف هذيك لو جيست اللي دار مع الجمهور يعني كيبين لك حب الوطن ولاعب اللي غادي يقول الكلمه ديالو ان شاء الله غنستمعوا هشام دقيقه يتحدث على هاد الموهبه سفيان شعراوي امتعنا بالفعل يعني شفنا كيف يتفاعل مع الكرة وكيفاش أنه من دوك اللاعبين الكبار اللاعب الكبير الكرة قدام رجليه كما كيشوفش فيها هز راسه الفوق تيشوف داك الجمهور ويقول لهم أنا موجود أنا جيت أنا ما مشيتش لهولندا وأنا جيت عندي واحد رسالة وعندي واحد الواجب أنا غادي نقوم به الهدف الأول الثاني الثالث أنا سفيان الشعراوي سفيان الشعراوي لاعب موهوب واليوم هو تيجني الثمار ديال الاختيار ديالو فهو كان في اللائحه ديال منتخب هولندا وكانوا عوالين عليه بزاف وداروه في القنوات ديالهم وكانوا يعني هو عاش في هولندا وكبر في هولندا وتفاهمت معاه وقلت له اودي راه يعني انت لاعب مغربي ذو اصول مغربيه مستقبل كبير هنا معنا في المغرب وخدار اختيار صعيب وما بغاش يلعب معاهم اكثر من هذا جاي يلعب معانا هذا العام في البطوله بغى يكمل هنا باش يوجد الكوب دافريك وكوب دي موند وربي سبحانه وتعالى جزاه بهذاك المستوى والاهداف اللي سجل اليوم نعم دي من الاشياء غادي نمشيو مازال غادي نرجعوا للميني فوت ولكن نمشيو للبطوله الوطنيه البطوله الوطنيه تدور الراحه ديالها بقى 6 ديال ستة ديال الدورات ستة ديال ستة فيهم 24 نقطة 24 نقطة 24 نقطة ستة 24 نقطة ولكن بطولتنا هل هي بطولة قوية في المنتوج ديالها بطولة راقية فرق ما بين ما تنتجه الأندية وما تنتجه المنتخبات الفرق صارخ كبير شاسع كيبان
يعني كاين مجموعه ديال الملاحظات اللي غادي نطرقوا لهم اليوم. هداف البطوله الوطنيه كاينين ثلاثه، حريمات الجيش الملكي ب 9 اهداف، محسن بوريكا المغرب الفاسي 9 اهداف، اسماعيل خافي اتحاد طنجه 9 ديال الاهداف. يعني من بعد 24 دوره 9 ديال الاهداف، عدد قليل. الفرق ما بين الفوق والتحت تا هو تيبين على ان البطوله ديالنا ضعيفه، وهذا راجع القيمه ديال الانديه. احنا ما بغيناش نهاجموا الانديه ولا شي حاجه، ولكن الامور ليست على ما يرام. سي محمد شاهد، الى لاحظتي الهدافين اللي كاينين دابا المراكز ديالهم اللي كيلعبوا فيها، انهم تيلعبوا كتشوف حريمات كيلعبوا وسط الميدان، سميتو بوريكا المغرب الفاسي، يعني خص يعني تكون المنافسه ما بين اللاعبين اللي كيلعبوا في قلب الهجوم او لا مهاجمين اللي خصهم يتنافسوا على هذه المرتبه هذه. البطوله بالنسبه حاليا هذا الموسم، هذا بالاخص هذا الموسم هذا، كاينه بزاف ديال المشاكل عند الفرق، بالاخص في الجانب التسيير ديال الفريق، وكترجع ديما المشكل هو المشكل المادي، لان الى لاحظتي ان الاغلبيه الى الاحصاءات اللي كانت دارت في الاول لقينا وقلا 6 ديال الفرق اللي ما عندهاش مشاكل، والفرق الاخرى كلها في مشاكل ماديه، وهذا هذا هذا كينعكس على 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 المردوديه ديال الفرق في البطوله الوطنيه. نعم سي عبد الغني العثماني. الى مشينا للترتيب ديال البطوله غادي نشوفوا من الصف السادس، يعني اولمبيك اسفي 34 نقطه، هادو هما الفرق اللي كنقولوا يمكن راهم صوفين، لانه هذا لاول مره كيوقع في البطوله ديالنا. يعني يلاه 6 ديال الفرق اللي كيضمنوا البقاء، واما الباقي فهو دائما في مشاكل. هذا كيبين بانه عندنا بطوله فيها 3 ديال الاصناف، فيها الصنف الاول اللي كيتواجد فيه الجيش الملكي والرجاء نهضة بركان والفتح والوداد، يمكن اولمبيك اسفي نصنفوها معهم، وكاين الصنف الثاني يعني ديال اتحاد التوارقه، المغرب التطواني، نهضة الزمامره، المغرب الفاسي، وكاين الصف الثالث من حسنيه اكادير حتى يوسفيه برشيد. هذا كيبين بانه المشاكل الماديه يعني دلاص بالدلال ديالها على هذا المنتوج الكروي، حتى انه الى غادي نشوفوا يوسفيه برشيد مولوديه وجده وشباب سالمي وشباب محمدي، هادو فروق اللي مهددين بالنزول. ولو انه الى شفنا مولوديه وجده والشباب الرياضي سالمي في كاس العرش، هادو كنقولوا بانه فروق ما يمكنش انها تكون في هاد الرتب هذه، لانه المنتوج الكروي اللي اداوه في هذوك المقابلات يعني منتوج طيب، منتوج في المستوى، ولكن ما لا علاقة له بالبطولة. وبالتالي كنظن بأنه البطولة ديالنا غير ما كترقاش العمل اللي كديروا الجامعة، البنية التحتية، الإمكانيات المرصودة لها، ولكن كيبقى الأندية ربما هي اللي ما كتشتغلش، ما كتقلبش على موارد. نعم. حتى اللاعبين أنهم ربما في المقابلات ما كيتحملوش المسؤولية 100%، وهذه كلها عيوب اللي خص الدارك فيها الامور، لانه المنتوج ديالنا الكروي رقى العالميه، وبالتالي حنا خصنا نرقاو. كاين السرعتان، السرعه ديال الجامعه الملكيه المغربيه في الرباط، ولكن السرعه ديال الانديه في مختلف المدن. كاين 16 فريق اللي كنجيو كنلقاو واحد المجموعه ديال الملاحظات. عبد الرحيم، بالفعل استاذ سي محمد ابو السهل، غنتكلموا على الاستقرار ديال الانديه اليوم، كما قال سي العثماني ولا سي شهيد ولا انت استاذ سي محمد ابو السهل، كاين بعض الانديه اللي كتعيش استقرار وبالتالي كتقدم واحد المنتوج، والان كنشوفها كتصارع من اجل احراز اللقب. لا تكلمنا على الجيش الملكي والرجاء الرياضي، هذو جوج الفرق اللي كيتصارعوا الان على اللقب،
بشكل واضح وبشكل متميز، استقرار في اداء اللاعبين في تسويه الوضعيه الماديه ديالهم، وكاين لا استقرار داخل مجموعه من الانديه. لا تكمن على الانديه ديال اسفل الترتيب كتعيش مشاكل عديده وعديده جدا، مخالف لذاك الواقع اللي كنشوفوه وكياكدوا المسيرين ديالهم في مجموعه من التصريحات ومجموعه من الخرجات الاعلاميه. لا شتي لقاءات ديال البطوله الوطنيه اليوم راه مخالفه لذاك المباريات اللي قدموها في كاس العرش. كنشوفوا مباريات كاس العرش اللي كتكون فاصله، شفنا مستوى فرق قدمت مستوى جيد اللي خلف واحد الارتياح، ولكن داخل البطولة الوطنية كنشوفوا مشاكل عديدة، كنشوفوا فرق كتعاني فيما يخص أداء مستحقات اللاعبين، الأطر التقنية، تغييرات مستمرة ديال المدربين ديال اللاعبين، عدم استقرار في المكاتب المسيرة، وبالتالي كنعيشوا بطولة بوجهين مختلفين، وجه ديال الفرق اللي كتقدم مستويات كبيرة وكتصارع من أجل اللقب، ووجه ديال الفرق أخرى اللي كتعاني، وهذا هو اللي شناه اليوم في البطولة الوطنية. يعني الجهود المبذولة في مجال ديال التشريع ديال القوانين، ثم الجهود المبذولة باش الناس تحرك دير الترتيب، الأرقام صارخة. عندنا 16 فريق في القسم الاحترافي الأول، تقريبا 1454 لاعب. إن كاينين الفرق اللي كيشاركوا في المنافسات القارية تيكون عندهم 30 لاعب، الاخرين تيكون عندهم 28 لاعب. إذن إلا جمعنا كرة القدم الاحترافية 32 فريق، 900 لاعب كقاعدة كناخذوا منها لاعب واحد أو جوج حتى الثلاثة في المنتخب الوطني المغربي. المنتوج ضعيف يا أخي. ثم أشنو اللي كيعري وكيكون صارخ؟ ملي تلقى الجيش الملكي عنده 58 نقطة، متبوع بفريق الجيش الرجاء ب 54 نقطة، الفرق بيناتهم 4 نقاط. ولكن اللي ما مقبولش أن الفرق ما بين الجيش الملكي في الرتبة الأولى 58 نقطة والنهضة البركانية في الرتبة 18 نقطة. هذا الفارق تيكون تيكون تفاوت كبير. ثم 20 نقطة ما بين الجيش الملكي في الرتبة الأولى والفتح الرباطي في الرتبة الرابعة، ثم 21 نقطة بين الجيش الملكي في الرتبة الأولى والوداد. الوداد حالة خاصة استثنائية تجداز. الوداد تعيش أصعب موسم في تاريخها وفي حياتها، لم تشهد الوداد ما شهدته هذا العام، والحمد لله أن الوداديين في مستوى الحب ومستوى الطموح خدامين تعاودوا يصلحوا الأعطاب اللي كانت في الكواليس ما كانتش واضحة. كانت هناك أعطاب على مستوى الواجهة الألقاب، ولكن في الدواخل كاين أعطاب. ثم الفرق صارخ ما بين الجيش الملكي في الرتبة الأولى ويوسفية برشيد في الرتبة 16، 42 نقطة راه موسم. وثم الرتبة 15 مولودية وجدة 37 نقطة اللي كتفصل على الجيش الملكي. مولودية وجدة تنقولوا راه في الرتبة الآن رتبة 15 عنده 21 نقطة، كتضاف ليه كيجي واحد المدرب واحد لقيتها سميتو السعب سلام ودو، كيترتكب المستير كيرتكب أخطاء. مدرب باقي جديد يلا غادي يدخل، نوقعوا معه 4 سنوات، ومن بعد كدوز عامين ولا 3 سنين تيجيب لك 900 مليون. الخطأ فين؟ ثم كتبدا تسأل على المحاكم، محكمة ديال التحكيم الرياضي في المغرب، ثم هو فين مشى للطاس، ثم المشاكل كلها اللي مطروحة. شباب السالمي تحتل الرتبة 14 22 نقطة، الفرق بينه وبين الرتبة الأولى 36 نقطة. إذن هاد الفوارق هاد الأرقام هذه كتبين على أن بالفعل عندنا بطولة غير مفهومة. هو هادشي اللي قلتي وهاد الارقام اللي عطيتيها سي ابو سال يعني كتبين بانه فعلا الفرق المغربيه كتعيش مشاكل. لا يعقل ان البطوله كتنهار بهالطريقه هذه في الوقت اللي كاينه قفزه نوعيه ديال المنتخبات. ملي كنقول المنتخبات ماشي فقط الفريق الاول، يعني كنقولوا جميع لي كاتيجوري ديال المنتخبات، يعني كاينه قفزه على مستوى الاداء والعالميه، وهذا كيخلينا وكيحيلنا على ان حان الوقت باش اننا نوقفوا
وقفات ديال رجل واحد باش اننا نشوفوا فين كاين العطاء. انا نقول لك علاش حنا كمتتبعين وكمحبين ديال هذا وكنعشقوا هذه الكره وبغينا كره قدم وطنيه ترتقي. لماذا؟ لان هذا راه هو الموسم رقم 68 وهذا الموسم الثالث عشر في الاحتراف، 13 سنه في الاحتراف. الانديه 13 سنه واش بدات كترسخ وبدات كتعامل مع نظام الاحتراف، السلوك احترافي في المسير والسلوك احترافي في اللاعب، وثم في المنظومه ديالنا كلنا راه حنا وصلنا اشاره كبيره دات الجامعه الملكيه المغربيه فوزي القشعجر المنتخب الوطني المغربي، وصلنا الرتبه الرابعه نصف النهائي ديال كاس العالم، وكاين اللي باقي يعني ما يخلصش اللعابه ما يديرش. اخويا من اللي ما عندكش الامكانيات شكون قال لك انت تبقى مع المحترفين؟ حتى واحد. ثم الاموال اللي كتصرف ما كتخلصش فيها الديون، أيوة. داكشي اللي كتصرف على كره القدم داكشي راه كثير، اذا كنصرفوا الفلوس كثار والمنتوج واش عندنا لاعب اللي كيستحق ان ياخذ اجر شهري ديال 25 30 40 مليون في الشهر؟ بالفعل انا بغيت الله يزيدهم، انا بغيتهم يزيدوا الفلوس وكل شيء، ولكن المنتوج يكون في مستوى يبرر. وكاين عندنا ارقام اللي اجتهدنا هيئناها غنقدموها للمستمعات والمستمعين. بالنسبه للفريق اللي كيدور مثلا نبداو بالاول، داك اللي تيدور بجوج المليار في العام، جوج المليار في العام يعني خاصو في الشهر يكون تيصرف هي جوج المليار، هي 166 مليون في الشهر المده ديال حتى للمؤسس. نعم انا كنقول لك على 12 قسمناها على 12 اسبوعيا 38 مليون او 38 مليون ونص اسبوعيا، اللي كيصرف 38 مليون اسبوعيا اخي هذا بالنسبه لي جوج المليار. جوج المليار هما الانديه اللي على قد الحال، اللي كيصرف 10 مليون ديال الدرهم راه في الشهر عنده 833 مليون شهريا خصو يخلصها، فيها اجور فيها ميناء فيها هذا 10 مليار. تيقول لك انا صرفت 10 مليار هذا العام، تنقولوا لي 10 مليار بمعدل انك 833 مليون اللي كان شهريا اسبوعيا 192 مليون او 193 مليون. اذا هذا المقام اللاعب اللي كيوقع بواحد 500 مليون او 600 مليون كتلقاه هذاك اللاعب عنده الا كيوقع ب 500 مليون الشهر، زيد عليها المنح ديال المباريات، زيد عليها الاجر الشهري ديالو، راه كتلقاه على انه كيطلع ما بين 41 مليون الشهر. كنقولوا هاش عنده في الشهر كامل داكشي اللي كياخذ كنقسموه على 12، عنده 41 مليون او ما بين 41 و 50 مليون في الشهر. هذه ارقام اللي غنجتهدوا باش نشوفوا الامور ديالنا. بغينا كره القدم الوطنيه في بطولتها انها تترجم تقدم هذا المنتوج اللي خاص. اذا ملي غنتعاقدوا مع لاعب ماشي عيب انك تتعاقد مع لاعب اللي تيدير لا ديفيرونس بدنيا تقنيا ممتاز وحاضر بقوه ومطرب ديال البطوله هذه، ولكن يكون كيبرد فلوسه كيبرد. هو انا راه طفلت عليكم انتوما كتقنيين اللي جاي الهضره هي هذه كتقنيين وكمربيين وكل شيء، ولكن حنا اجتهدنا جبنا الارقام هذو ونحطوا الطابلو دبور. كتسوق واحد السياره عندك واحد الطابلو تيبان لك فين طالع الزيت، فين طالع السخونيه، فين نازل كذا، فين ليسانس بدا تيقرب ينقص، فين شنو اللي واقع. انا سي ابو السهل كنحيي فيك هذا الروح ديال الوطنيه لانك اعطيتي ارقام، وحتى يعني المستمع غادي يفهم مثلا جوج المليار ها شحال كل شحال الفريق كي مثلا يبغي يدير الحساب للفرق سوي كيولي عارف منين غيبدا غيكونش عنده مشكل. انا عطينا استاذ عبد الغني عطينا ديال اللي عنده جوج المليار وعطينا اللي عنده 10 مليار، غنعطي غير اللي كيصرف 4 المليار ودوك الفرق اللي كيجتهدوا الوسط وداك الشيء. 4 المليار
يعني بمعدل 333 مليون في الشهر، ثم الأسبوع تقريبا واحد 80 مليون. فريق تيصرف 80 مليون أسبوعيا، عنده فئات عنده، ولكن واش المستوى هذا المصاريف اللي هي كتعطى في التقارير المالية وداك الشيء؟ رحنا لا نشكك، هذاك الشيء شغل البرلمان ديال الفريق، هذاك شغل المنخرطين هم الذين يصادقون يحاسبون ويدرسون يتدارسون يتداولون وداك الشيء. حنا ملي كنسمعوا هذا الفريق صرف سنة أو في موسمين أو في هذا واحد 4 ديال المليار، كنقولوا إلا قسمنا على 12 تعني 333 مليون، هذا الالتزام ديالو، ثم 80 مليون أسبوعيا. هو هاد الأرقام اللي عطيتي يعني أرقام مهمة، وكتبين بأن كاين تفاوت ما بين الفرق، ولكن اللي بغيت نأكد عليه هو بالنسبة للجامعة اللي هضرتي عليها أنت. الجامعة في الشخص فوزي القزع هو بالعكس راه هو اللي عطى واحد النسبة مهمة لهذه الفرق، باش أنه كتذكر بأنه الدعم اللي كان كيجي من الجامعة ما كانش ب 600 مليون، لا ما كانش، كان نصف، ما كان نصف، ولكن هو دوبل هذا الرقم من 20 مليون مثلا حتى ل 120 بالنسبة لكرة القدم النسوية. يعني هذا كيبين بأنه راه اشتغل كثير، ماشي فقط أن الجامعة كتحل مشاكل وأن المسؤول يبقى يتفرج، بالعكس واش غادي يولي الحل هو أن الجامعة هي اللي تولي تخلص، هي اللي تولي تصرف، هي اللي تولي تدير كل شيء، اش غادي يبقى الدور ديال المسؤول؟ دابا بالنسبة للعام الجاي حتى أو نيفو ديال لي جون غتولي شركة، هذا كيبين بأنه كاين فلتات أو نيفو ديال الأندية، الأندية ما كتعرفش تسير أو نيفو ديال لا جيستيون، ما كتسيرش بالشكل اللي خصو يكون، لأنه 16 فريق كاين مجموعة اللي كتقدر تمشي الأمور ديالو، ما كيكونوش عندها ديدات، ما كيكونوش عندها ليتيج، ولكن راه الآن ولينا كنشوفوا جميع الفرق عندها ليتيج إلا ديزيكسيبسيون ديال واحد 4 ولا 5. هذا اش كيبين؟ الفيفا كتقول لك على الإفلاس، الفيفا كتقول لك 11 نادي ممنوعين من هذا إفلاس، هذا إفلاس بالنسبة ممنوعين من الانتدابات الصيفية، هذا إفلاس بالنسبة للأندية، وحنا ما كنبغوش نسمعوا بأن الأندية ديالنا وصلت لهذه الحالة هذه. كتلقى مثلا فوزي جمال، أنا نعطي غير مثال، فوزي جمال تيقول لك أنا رانا شحال خدام ديال اللاعبين اللي عندي هو هذاك، كنقولوا لهذاك اللاعب هذاك المدرب دابا أنت خاصك الدار باش هذه الفرقة تنقد، هو تيدابز مع الفرقة بهذوك اللعابة اللي لقى. رئيس الفريق هاد زياني اللي كاين مدني، هو راه الضرب رغم هادشي اللي وقع ديال هذاك، الفرقه راه مشات باش غادا تلعب لاعبين في حسنيه اكادير، في اكادير مشاو في الطياره وموفرين لهم جميع الامكانيات، ولكن راه الفريق متقلب بالديون وزاد عليه 900 مليون، وزاد عليه ثاني 900 مليون، كتلقى على ان هاد مدرب تا هو ضحيه، انا باغي نخدم ولكن جيت ما لقيتش عندك اللاعبين، انا خصني اللاعبين، انت ما تقدرش تشري اللاعبين. سي محمد شاهد، نزيد نهضر على مولوديات وجده، هو ان راه عنده تظهر بانه لقى الفريق الامل، لقى ديك المجموعه ديال الشبان اللي كيشارك بهم دابا في البطوله. ان نرجع للجامعه، لان الجامعه العمل اللي كتقوم به دابا هو كي كنقولوا عرات على 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 داك التسيير العشوائي اللي كان، الناس كانت مالين الشكاره، كيقول لك انا كنتسال الفرقه، انا هاد المسائل كلها الجامعه اجتهدت فيها، وخير دليل هو ان هاد السنه هو دابا الجامعه كتقول لك اودي اللي صرف شي حاجه كتعتبر هبه ما كاينش تسلف، حيت علاش؟ لان داك اللي كيسلف واللي بغى يسلف الناس الفلوس كياخذ رخصه من بنك المغرب، ديك الساعه ولكن واش هادشي كيدار؟ وراه هادشي اللي كيقول لك دابا الجامعه هذا راه هو القانون، ولكن ما كيدارش هادشي يا سي حسن، لا ما كيدارش هادشي. السي حسن مرزق تيقول لك يجب وضع السؤال من اين ياتي المال؟ المال كيجي راه خاصك تخدم عليه المال. هل هو استثمار باقي ما وصلناش ليه؟ هل هو مال من المحسنين؟ معلوم راه باقي المحسنين كيعاونوا، كيجي واحد كيدير، الرئيس ديال الفريق اللي كان راه جا عطى واحد عدد ديال الفلوس واحد الوقيته قال لهم ودينا ما بقاش. ثم واش كرة قدم منتجة؟ كرة قدم الآن على مستوى الأندية هي مستهلكة، لأن ملي كنشوفوا واحد العدد ديال كنشوفوا واحد العدد ديال اللاعبين
اللي مشاو للاحتراف، راه الا عطيتك لا ليست دابا ديال اللاعبين اللي مشاو للاحتراف، راه ما كاينش شي جابوا شي فلوس كثيره ولا شي حاجه، راه كيبقى من لي ترونسفير المخيرين اللي كانوا ديال الكعبي، استفد منه الراك، واستفد منه هضره بركان، واستفد منه، لكن من بعد ما كاينش شي حاجه اللي هي هذيك. هو صراحه حسن هذا مشكل اللي خصو يتعالج، لانه الا بقات البطوله بهذا الشكل يعني ما غاديش نبقى، ماشي غادي نبقاو غير غنوصلوا لهذا الشيء اللي واصل اللي غنوصلوا، ما يعني داك الشيء اللي صعيب وصعيب اكثر. دابا احنا ناخذوا مثال حكا برشيد مثلا، بلاتي غير السي حسن مرزاق يسحبنا، ما بغيناش نقولوا، قال لك لماذا الفتح والجيش الملكي والاتحاد التوارقه لم يصيبهم الافلاس؟ هذا السؤال، هذا هو المستوى، تسير في المستوى، المستوى ديالهم، جيب اللاعبين في المستوى، الامكانيات ديالهم معروفه منين كاينه. الجيش الملكي فريق اللي تاسس بظاهر ولا عنده ميزانيته غادي على حسابها، الفتح نفس الشيء، طوروا عنده ناس ديالو، طوروا ليه الامور ديالهم حتى اكثر من ذلك. انا اتساءل الان واش فريق مثلا المولوديه الوجديه هو قضيه الجهه وقضيه المدينه وقضيه ديال كاع دوك الناس كلهم؟ انا لا اعتقد، واحد العدد ديال الامور اللي ماشي اللي ولكن ماشي، انا غنمشي معاه بعيد، وهادو هادو اسئله مهمه معلوم، ولكن مثلا غادي نمشي مع الاسبان انا، برشلون والريال، هادو فرق اللي ماشي فرق اللي هما عاديين، هادو كيمثلوا الدوله، كيمثلوا اسبانيا ككل. نعم، دائما خاصو يكونوا في الواجهه، ولكن كاين فرق اللي هما وسط الترتيب اللي كتعيش عاديه بالامكانيات ديالها، يعني كتنتج انت، حنا غنرجعوا بانه فريق منتج كينتج وكيبيع، ومن داكشي اللي كيبيع كيسير به، راه ما يمكنش حنا عندنا 16 فريق وشي باغي دير البطوله، والمنطق راه اربعه اللي غادي يكونوا في البوديوم وجوج غيطيحوا، هذا راه المنطق. والاكثر من ذلك سي غربي، ما باش يكون السد بالنسبه اللي في رتبه 14 رتبه 13 ولا رتبه 14، ما يبقاش يقول لك انا في رتبه 13 انا هاني، غتلعب السد باش تبقى يعني 12 هي اللي كتكون صوفي. نعم، والاكثر من ذلك السي العثماني ولا الاستاذ سي محمد ابو سال، دابا الان كنتكلموا على الفرق مقدمه ترتيب اخرى، الاستاذ عطانا فرق كدور ب 4 المليار، كاين اللي ب 10، راه كاين اللي ولكن في بدايه ديال الموسم كنشوفوا الفتره ديال الانتقالات الصيفيه راه كاين تهافت كبير ديال المسيرين، هو عنده الخزينه ديالو صفر درهم، كيمشي كيتعاقد مع لاعبين كيثقل الكاهل ديال الفريق بديون كبيره، اليوم كنشوفوا البطوله غير منتجه. شوف شحال واحد كيشري شي حاجه، شي اله خاصه الدار ديالو كيشريها بالكريدي، ولكن كيكون عنده باش ضمان باش غادي يخلصها. هادو ما عندهمش، من بعد الا ما خلصتيش يجيو يديوها ليك. هادو ما عندهمش السي العثماني. دابا البطوله مثلا الانتاج ديالها كاين حارس واحد هو اللي في الفريق الوطني المغربي، هو بن عبيد ديال الجيش الملكي، من 900 لاعب في الاحتراف، من في الوقت اللي كنشوفوا لاعبين كيشد هذا من 40 مليون شهريا، من 30 شهريا، 23 20 25 15 ما كيعكسش، ما كاينش عند داخل ارضيه الملعب لا شيء، ما كنقدموش مستويات، كاين بطوله ضعيفه، لاعبين ضعاف بكل صراحه. ما نعمموش لان التعميم ظالم، ما نعمموش، كاينين بعض اللاعبين المتميزين ولكن ماشي ذاك المنتوج اللي بغيناه ديال كره القدم. مثلا جوج ديال فراقي، جوج ديال الانديه في القسم الاحترافي الاول، خاصك تشوف مقابله، يعني من ناخذ مثلا الجيش الملكي اللي كيحتل الرتبه الاولى يستحق المكانه ديالو اللي كاين فيها، يستحق المكان ديالو لان عنده مواهب وعنده طاقات وكيطور في نفسه، وغادي الرجاء معاه غادي مزيان. انا غادي يقولوا لي الوداد نعاود نقول الوداد اريد لها ضحيه ديال هذا الوضع. وكاين واحد العمل في العمق اللي كيكون هو اقحام اللاعبين الشبان. تكلمتي اليوم على الجيش الملكي ولا الرجاء، كنشوفهم كاين بعض الركائز اللي كاينين كيعتمدوا عليهم وجلبوهم، ولكن معاهم لاعبين كيقحام لاعبين شبان اللي كنشوفهم من مقابلة اخرى كيستافدوا، وبالتالي كياكدوا الحضور ديالهم. لا شفنا اللاعب قلب هجوم موهوب ديال الرجاء، راه قلب هجوم ديال المستقبل اللي غادي يكون، شنا ايتور خان في الجيش الملكي، اذا كاينين اللاعبين، شنا مثلا مفيد، ايغامان، صوابي،
الرياحين في المغرب فاسي لاعبين شبا اللي غادي ياكدوا الحضور ديالهم، عكس بعض اللاعبين اللي كنشوفهم كيتنقلوا من فريق لفريق من كل موسم هو في هذا الفريق وبدون، ولكن على ارضيه الملعب ولا المنتوج الكروي ديالو لا شيء. يتم هو سي فاكر استاذ رحيم، هو هو سي محمد شاهد، هو هو الفرق، الفرق دابا كيف ذكرتي الجيش وذكرتي الرجاء، ملي كتكون عندك ان اوبجيكتيف بغيتي توصل ليه وكتخطط ليه واحد المده زمنيه كتكون ديال واحد 4 سنوات بحال فريق الجيش الملكي، راه قبل كنا قلنا فريق الجيش الملكي بانه ما بقاش داك الفريق المنافس اللي كانت واحد ليتيكات ديالو انه فريق اللي كيتنافس على البطوله وكيتنافس على الكاس والكؤوس الافريقيه، غاب واحد الفتره ولكن اشتغلوا ان هاد اللاعب اللي ذكرتي الاسماء ديالهم راه منهم هذاك اللاعب الصاوبي راه جا لعب في الطاس كان عندي جا لعب بريتي يعني مشى تكون لاعبين اخرين تما عطاوهم اعاره وجابوهم هذا العام هذا، وراه خير دليل هو المنتوج ديالهم لا هما لا الرجاء. ملي كيكون الفريق في واحد النسبه ديال واحد 60% ديال المنتوج ديال الفريق، انا انتظر هذوك النتائج الايجابيه. نعم كاين اجتهادات، كنلقاو مثلا فريق ما عندوش ليتيج، شباب السوالم باقي ما عندوش ملعب، كيجمع اللاعبين هاد السنوات اللي قضايا ثالث موسم هذا في القسم الاحترافي الاول، شفنا الامور كيفاش غاديه، على الاقل بعدا ما كاينش تيتعامل مع مدربين تيتعامل مع لاعبين داكشي اللي يقدر يؤديه هويا. نعاودو نرجعو اللاعبين اللي مشاو من البطوله الوطنيه الى الاحتراف، ولكن وصلنا للساعه الثانيه و15 دقيقه، ناخذ فاصل قصير وغادي نعطيو بعض العينات من بين اخر اللاعبين اللي مشاو الاحتراف في الخارج. راه حنا عندنا الاحتراف، هو كاين سعد اللمطي مشى بانتقال حر، كان لعب للحسنيه، لعب للطاس، لعب الاولمبيك اسفيل، الجيش الملكي، الكوكب، مولوديه وجده، نهضه الزمامره، وسريع واتزم، مشى النادي المصراتي الليبي، وهذا مشى في اطار كحر. يعني هادو كتبان، شوف العينات، حنا كنا في الوقت اللي واش الاحتراف اللي كان مشى فيه بصير، روسي، نيبت، زاكي، حسن، فاضل، هذا يعني واحد العدد. نرجعوا لهاد العينات من اللاعبين اللي مشاو، اشنو نتجت البطوله الوطنيه ديالنا؟ فاصل قصير ثم نعود. دائما على تير اذاعه ام اف ان، كره القدم الوطنيه والتنافس الرياضي خير ما فعلت الرياضه هي عندما فكرت في التجابه الرياضي، لأن في التنافس تذوب الألوان وتذوب الأديان، في التنافس كاين التآخي، كاين مجموعة ديال الأمور، ولكن كاين كرة القدم ومجال لخلق الثروة. الآن يمكن كتشوف لاعب كيفاش كيدخل لكرة القدم، يمكن له أنه ينمي الثروة ديالو، ينمي مكانته، ينمي اللاعبين اللي احترفوا في هذه السنوات الأخيرة. نبدا لكم أنا برضا سليم من الجيش الملكي إلى الأهلي في مصر، أيوب لكرد حارس مرمى من الجيش الملكي سيمبا تنزانيا، أيمن الحسوني من الوداد إلى معيدر قطري، ثم مشى مروان الهدهودي من الرجاء إلى الصباح أذربيجان، حمزة خابة، ثم شتي هاد الأمور كلها كيفاش، يعني عدد اللاعبين الذين احترفوا. اشنو عطات كرة القدم الوطنية هاد البطولة؟ اشنو عطات اللاعبين اللي مشاو؟ عموديا كنلقاو الجيش الملكي هو الاول، والفريق ديال يوسف برشيد في الرتبة الثانية وبيناتهم 42 نقطة، كيبان بلي التنافس ضعيف. اللاعبين اللي مشاو من البطولة الوطنية شنو اغلى صفقة؟ شنو هذه؟ بطولة منتجة، بطولة مستهلكة، بطولة ان خاص مثلا الا خدينا البرازيل واللي بغينا حتى حنا نطمحوا، البرازيل دخل القار ديال الدوله بحال عندنا حنا في الفوسفات وداك الشيء الموارد ديالنا، وما عندهم اللاعبين اللي كيمارسوا في الخارج شحال كيدخلوا سنويا. نيمار بوحدو راه تيدخل العجب ديال الفلوس لبلاد، كيدخلوا ولا ما كيدخلوش؟ حنا ملي كنشوفوا هاد الارقام، هاد الاحتراف بنسب متفاوته، يعني مزيان هادو لهاد اللاعبين اللي كيمشيو للاحتراف، ولكن هاد الاحتراف خارج ارض الوطن راه كيمشيو لبطولات اللي اقل مستوى منا من بطولتنا. الا سمحتي لي سي ابو السعد، في هاد النقطه هادي
دابا غنهضروا على جوج الحوايج، الايجابيات والسلبيات. نعم. بالنسبه لهاد اللاعبين. نعم. هو الايجابي بالنسبه لهاد اللاعبين في الاحتراف ديالو هو انه غادي يلعب، غيلعب وغيأهل نفسه، غيأهل نفسه، يعني حتى حياته المستقبليه غتكون مضمونه. مزيان. كاين اللي يعني كاين اللي هنا ما لعبش. اما اشنو غادي يوفر لبلاده فهذه مساله تناقش، لانه ملي كنقولوا رضا سليم المسار ديالو مع الرجاء ولا مع فريق الجيش الملكي كنقول بانه مسار جد جد ايجابي، وصل لواحد المرحله انه خصو يحترف. انا كنت كنتمنى بانه ما يحترفش في الاهلي ولكن يكون في اوروبا. نعم، هذا هو اللي كنتمنى. الامكانيات التقنيه والتكتيكيه ديالو انا كتاهلو انه يلعب في فريق اوروبي. اوروبا يلاه كنلقى، يلاه كنلقى اللاعب نايف اكريد بنتيك، اللاعب اللي مشى لبريست دوزيام ديفيزيون، اشرف داري. اشرف داري وتحول الان الى بلجيكا. بلجيكا وسفيان بن جديده. سفيان بن جديده في بلجيكا. كنلقى واحد العدد ديال اللاعبين اللي مشاو، حمزه خبا من الرجاء رجع للعربي الكويتي، اسماعيل مترجي من الوداد للضفره الاماراتي، ياسين وكيلي من الرجاء الى السواعد ديال ليبيا، الحسن الدحدوح هذا من شباب السوالم الى سموحه مصر، احمد بن الحاج اسوان الزمالك، زكريا فاتي من الجيش الملكي الى السعوديه، ايوب الاخضر حسنيه اكادير ثم فريق بالسعوديه، اشرف الادريسي من يوسفيه برشيد الى ليبيا. انا كنشوف ليبيا ولات محطه احترافيه. نعم، كنشوف بينما التوهج كاين هنايا. يحيى عطيه الله مشى الى فريق في القسم الثاني روسيا، في روسيا سوتشي اف كا، سوتشي في روسيا، ولا حتى الامكانيات الماديه ماشي داك الشيء اللي كان. المهدي العروسي المغرب الفاسي، المغرب التطواني، النادي المكناسي، مشى للصقور ليبيا. ايوب ملوكي من حسنيه اكادير للصقور ليبيا. هذوما تقريبا عبد الرحيم راه هادو هما اللي كان هادو الانتقالات اللي في هاد الموسمين الاخيرين، هادو هما الانتقالات اللي كانت. كنا كنتمناو ان يكونوا انتقالات على غرار هو ولا الهم ديال اللاعب ما بقاش انه يحترف باش يطور المستوى ديالو ويرجع للمنتخب، ولا الهم ديالو انه مادي. مادي لانه شاف بانه هو المادي راه من حقه. حنا كنشجع اللاعب انه كيعرف شحال غادي يلعب هاد السنوات. 10 سنين ماكسيموم، 10 سنين خصو يدير فيها كل شيء، خصو يدير خصو، لانه من بعدها ما غيبقى عنده لا وظيفه لا والو. رونالدو ديال البرازيل في السن ديال 25 سنه دار كل شيء، حتى العمليه على الركبه دارها في الدار كاع دار دار كل شيء الامور ديالو. لان حتى الانتقالات استاذ سي محمد ابو السان كانت قليله وقليله جدا، لشنا الموسم الماضي كان اشرف العزيزي اللي انتقل من الفتح الى ليون الفرنسي، كذلك اشرف داري اللي انتقل من الوداد الى بريست والان في الدوري البلجيكي، حسام امعنان من اولمبيك خريبكا الاحد السعودي، ياسين جيما اللي انتقل هو للاهلي الليبي، كان ولات الاهل ديال جيما يعني كان في الطاس توا، كان في شباب السوالم، كان شباب السوالم دومي سونتر، كان شباب السوالم انتقل الاهلي الليبي، كذلك ايوب الكراد اللي انتقل الدوري التنزاني في سيمبا، رضا سليم اللي انتقل الاهلي والمكانه ديالو كيف قلتي السي العثماني الدوريات الاوروبيه، كنشوف الدوري الفرنسي، الدوري الاسباني ولا الدوري البلجيكي اللي كتكون فيه المكانه ديال رضا سليم موجوده داخل هذه الانديه. مع هادو كاين ثاني المدربين، باقي ما كاينش استقرار ديال كاين مجموعه ديال تقريبا واحد العدد ديال الفرقين اللي غيروا المدربين ديالهم. اتحاد طنجه اول من غير بعد مقابله واحده هلال الطير مشى، ثم عمر نجحي وكيعاود يردوا في نفس الموسم يعاود يرجع هلال الطير. كيفاش الوداد عادل الرمزي، فوزي البنزرتي، رضوان الفالحي، ثم الان عزيز بن عسكر، أربعة ديال المدربين في 24 دورة بالنسبة للوداد. الوداد غنقولوا كتعيش هذا المشكل. نهضة الزمامرة عزيز كركاش، أمين بن هاشم،
يوسف برشيد، محمد قيصر، عبد الرحيم النجار، اولمبيكا سافي، منير شبيل، عبوب زكريا، دابا عادل سراج. عادل سراج ثلاثة ديال المدربين. المغرب التطواني، محمد اسماعيل العلوي، عبد الطيف جريندو، نهضة بركان، أميل الكرما، معين شعباني، المغرب الفاسي، طارق السكتيوي، عبد الحي بن سلطانة. والآن لأن الجامعة اللي خدات هذاك المدرب، أولمبيكا سفي، منير شبيل كما ذكرت، أبو زكريا، عادل 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 سراج. كتشوف العدد ديال السوالم. أيضا السوالم أربعة. السوالم أربعة، بوشعيب المباركي، المباركي بن شريفة، شريفة، محمود السبكي، محمود السبكي، محمود كان قبل منهم، محمود السبكي، لا محمود السبكي هو اللي كاين الان مدرب مساعد ديال المدربين، يعني كيبان شباب المحمديه كذلك، روكي الان كاين الزياتي، نعم شباب المحمديه، بعد ما كان نور رشيد روكي، رشيد روكي هذا كاين نور الدين الزياتي الان، هادو بقاو في ولادهم بعدا، بقاو جوج ديال المدربين دابا كنظن بانه فريق واحد ولا فريق واحد، جوج ديال الفرق ديال الجيش الملكي والرجاء، هادو هما الفرق والفتح، والفتح احتفظت بجمال السلام، هادو اللي محافظين وهما اللي غادي رغم النتائج، رغم الامور، فكاين كاين ناس كيتفاعلوا على حسب الامكانيات اللي عندهم، على حسب باش انا الفريق اللي غادي فقط كيقول على ان الامور ماشي هي هذيك داخل المؤسسه نحيدوا المدرب، واش المدرب هو الحل هذا لا واش هو المشكل بعدا هو راه ماشي هو المشكل، عاد نقول واش هو الحل، انا بغيت غير شي مره، غير بغيت شي مره يقول المسؤول انا هو المشكل، لا لا الحل السهل يقول انا هو المشكل، لا الحل السهل ولارضاء الجماهير والجيوش اللي كاينه في مواقع التواصل الاجتماعي هو المدرب، قالت المدرب باش كيتهنى هو وكيهنى المحيط ديال الفريق كيبقى بشكل عادي، وبالتالي كيتم تغيير المدرب. اليوم كنشوفوا مدربين في المستوى، ولكن كاين بعض الفروق اخويا فاكر، وكاين بعض الفروق، مثلا ناخذوا اولمبيك اسفي، فريق اللي مع زكريا عبوم تم غادي مزيان نتائج في مستوى، ولكن ما تعرض له، ولكن هذا الشيء اللي كيوقع هذا يناقش، لا يعقل فريق ولا من حجم الفرق الكبيرة ما بقاش أنه كينهزف الفريق انتصارات توالي انتصارات، فجأة واحد المقابلة سمعنا اللي ولا كيتقال، لا يعقل أننا نبدأ نريبو في شي حاجة اللي بدينا كنبنيو فيها. نعم غادي نبقاو نقراو في البطولة ديالنا، البطولة كنلقاو على أن الدورة الأولى كان فيها 20 هدف، ثم كانت موجهين حتى الدورة 6 عاد كنلقاو 28 هدف، وكيظهر لي على 28 هدف هو السقف اللي عرفته البطولة، كاين الدورة 24 10 أهداف فقط، 10 أهداف فقط في الدورة 20، كاينه الدوره 10 كان عندها كان فيها 12 هدف، 14 في الدوره 18، الدوره 21 13، 14 هدف في الدوره 23، 13 هدف في الدوره 21، ولكن اكبر الحصص اللي شهدتها المباريات كنلقاو الدوره 7، المغرب التطواني شباب السوالم 4-0، الدورة 8 الجيش الملكي يوسفية برشيد 4-1، الدورة 13 الرجاء اتحاد طنجة 6-1، هذا الشيء كان ذكر به، غير هذا الشيء كان في البطولة، احنا فقط هذا عندنا ذاكرة ما كتنساش هذا الشيء. الفتح كيستقبل الجيش الملكي في الدورة 15 وكينهزم 4-1، الوداد كتفوق على شباب محمدية في الدورة 17 5-2، الجيش الملكي ينتصر على المولودية الوجدية في الدورة 19 5-0، وآخر مكان هو الدورة 21 3-0، الجيش كينتصر على اتحاد توارقة، نهضة الزمامرة كينتصر على حسنية تقادير 3-0، الدورة 23 أولمبيك أسفي على مولودية وجدة 3-1، والرجاء تتفوق على شباب السوالم 3-1 في الدورة 24. هذو هما أكثر الحصص اللي شهدتها البطولة حتى الآن في القسم الاحترافي الأول. وهو كنا نشوفوا
نتائج اكثر من هذه لو ان تستغلوا الملاعب، لان الاغلبيه ديال الفرق دابا تيلعبوا خارج الملاعب ديالهم، بحال فريق الجيش الملكي كيلعب في قنيطره ومع ذلك كينتصر. اييه، ولكن لو يلعب في الملعب ديالو في 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 مركب مولاي عبد الله بالجمهور ديال الجيش الملكي، يعني غيكون ابداع اخر وغادي يكون عطاء اخر في الملعب. الفرق الاخرى الى لاحظتي انهم تيعاني، وزياده على كل شيء اللي غادي نهضروا عليها بزاف هي البرمجه ديال المقابلات اللي كانت متتاليه، يومين مقابله فعلا. وكانت الفرق اللي كانت كتعاني منها بزاف هي، انا نرجع ديما دوك فرق ولكن راك فريق احترافي. لا تكلمنا على البرمجه السي شهيد، يومين او بعد كل ثلاث ايام مباراه، غنتكلموا على القيمه الماديه اللي كيشدوا اللعابه، وكتشد كتخلص بزاف، خاصك تلعب هذيك الحرفه ديالك، ما عندك حتى شي حرفه. لا، بعض المرات ولينا كنشوفوا في اسبوع ثلاثه ديال المقابلات، نعم حتى الاربعه ديال المقابلات. هذا احتراف. لا الاحتراف في برا كيديروا اسبوع لحد الاربعاء، ولكن الاسبوع الاخر ما كيديروش لحد الاربعاء. نعم، ما كيعونشيناوش. غادي نمشيو مادام معنا السي عبد الغني العثماني، نمشيو للكلاسيكو. اليوم كاين الكلاسيكو ياك؟ بالفعل استاذ محمد ابو السال، انطلاقا من الساعه 6 على الوداد غادي يستقبل فريق الجيش الملكي. نعم، هذا غادي يكون الكلاسيكو رقم 138. الوداد انتصر 44 مره والجيش الملكي 33 مره. هذا الكلاسيكو ما بين الجيش الملكي والوداد. الجيش انتصر في البطولة الوطنية 41، ثم 25 بالنسبة للجيش الملكي، و60 تعادل بيناتهم. الوداد مسجل 133 هدف والجيش الملكي 105. المجموع ديال هاد الأرقام اللي غادي نقدموها للمستمعات والمستمعين اليوم السي ابو السال جاي ثقيل بالارقام، هذا كيطيح شي رقم، هذاك الشيء ما محافظ عليه، ما مخليش شي حاجه فين ينزل شي حاجه، ولا ما خليش شي فجوه. بالفعل سي ابراهيم الفلكي، غنمشيو لاسفي شحال من مدرب؟ ثلاثة المدربين. عندهم ثلاثة المدربين وعندهم مناطق رسمي، واحد هو السي ابراهيم هذا هو. والمرتبة السادسة ب 34 نقطة، 10 انتصارات، 6 تعادل، 6 هزائم، سجل الفريق 23 هدف ودخل المرمى ديالو 20 هدف. سي ابراهيم، تحياتي للام اف ام بإداريها وتقنيها وإدارتها الراقية المناضلة السي كمال الحلو، وإلى أخي وصديقي السي محمد أبو سهر رفيق العمر. مرحبا. في فاكر الصحفي الشاب المتجدد، وإلى التقنيين الأعزاء واللي محبوبين عندي السي شهيد والسي عثماني، والذين اعتزوا بهما تحليلا وأداء وأخلاقا وشهامة وحيادية. وإلى مستمعينا الكرام، وتحياتي للسي نجاح، لأنه صوت نافذ وجميل جدا رفقة الإخوان في ام اف ام. نعم، احنا اليوم تنقولوا على ان بطولتنا مازال ما لقاتش داكشي اللي بغينا، طرحنا الجانب المادي وما تكلفه هذه البطوله، ثم كان جاء مشاكل ديال التحكيم اللي جعلت على انه يتغير على راس اللجنه المركزيه للتحكيم من الحاج عبد الرحيم متمني الى السعد القرقوري. وشفنا ايضا الامور كيفاش غاديه، التحكيم حتى هو كان فيه ما يتقال. على مستوى التدريب شفنا التغييرات ديال المدربين، واللي مازال ما كاينش استقرار، اكثر من نصف ديال المدربين مغيرين، وكاين واحد العدد ديال المدربين توانسة اللي الان كيساهموا في التاطير. شفنا ايضا الان حنا وصلنا لواحد المباراه اللي بغينا نشوفوها اليوم مع الساعه 6 تكون مباراه في المستوى المطلوب، لان فيها جوج ديال الفراقي مرجعية كبيرة، لعبوا 137 مقابلة في إطار البطولة الوطنية بتاريخ ديالهم. آخر لقاء كان جمع الوداد مع الجيش الملكي نهار 28 نوفمبر، الوداد نهزمت أمام الجيش 3-1.
شكرا سي ابو سهل على الارقام والحصيله التي قدمتي وكذلك على النقاط التي تم ادراجها في المناقشه وكان صريحه جدا فيما يتعلق ببطولتنا الوطنيه في كره القدم، هل هي منتجه ام مستهلكه؟ الان يجب ان نكون دائما نحن على موجه مسلم نتحدث بصراحه، ولكن يجب الان نتحدث ونعطي الكره الى المسؤولين على الانديه المغربيه والى العصبة الى الجامعه. الرئيس الجامعه دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بتاهيل كره القدم المغربيه على المستوى العالمي جميع المنتخبات الوطنيه، هذا موضوع لا نقاش فيه، ونحن الان في 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 حاله انبهار واعجاب بما تحقق الكره المغربيه في جميع المجالات، لكن الموضوع الان يتطلب وقفه دراسه لقاء هذا السوق، السوق بحال السوق ديال المنتوجات الاستهلاكيه اليوميه، هذا سوق يجب اعاده النظر فيه سواء تعلق الامر في السومه الشهريه، تعلق الامر في السومه ديال الانتدابات، لان كما جاء على لسانكم اللاعب يتقاضى شهرين 50 مليون في الشهر لا يمكن قبولها مع المستوى الذي يبصم عليه اللاعب، ودون ذكر الاسم او الفريق او غيره. مستوانا مستوى متواضع، والدليل على ذلك ان لا يتجاوز سقف اللاعبين البطوله الوطنيه الى المنتخبات الوطنيه في جميع الفئات باستثناء بعض الفئات العمريه الذين اظهروا ظهرت فيهم لمسات الارتقاء نحو المنتخبات الوطنيه، وبالتالي المطلوب الان الموسم على مشارف النهايه التفكير في عقد لقاء وطني الاحتراف الاول والثاني، كيف يمكن ان نخطط لمفهوم جديد لتداول اللاعبين في السوق المغربيه بناء على العرض والطلب. العرض عيان، اذا الطلب غادي يمشي على حساب العرض، انت كتساوي كذا عندك كذا، الفريق كي عنده ميزانيته كذا، وبالتالي نتفادى هذه المغالاه والتباهي في الاجور والتباهي في الاثمنه، ولا عندها انعكاسات كثيره. شوف سيدي ابراهيم انا كنعتذرك، شوف ما كاينش مشكل ان تكون المبالغ كبيره، ولكن يكون ما يبرر هذا لاعب غادي نتعاقدوا معاه ب 300 400 ولا هذا بنفس واحد المبلغ مادي ما كاينش مشكل، ولكن يكون في مستوى القيمه ديال المردود ديالو والحضور ديالو. فريق تيصرف واحد العدد ديال كيصرف اموال باهظه، ولكن تكون كتنعكس ويكون ايضا التكوين، ويكون كيقول انا كنصرف واحد العدد ديال الملاير في الموسم، ها منين غادي نجيب الامكانيات ديالي؟ راه عندي واحد العدد ديال اللاعبين اللي انا فورميتهم، شحال دخلت من اللاعبين؟ اللي كتشوف المردود ديال الفريق من اللاعبين اللي روج قليل، فرق كيجي الميركاتو كلشي باغي يشري اللاعبين، ولكن شكون اللي غيكون هاد اللاعبين هادو؟ منين غنجيبهم؟ هذا هو اللي غيخلي لجنه الرقابه، لجنه الرقابه الاما الذاتيه والموضوعيه فيما يتعلق بالاجهزه المسؤوله على الانديه، ماذا قدمت خلال الموسم الكروي بكامله على مستوى الفئات العمريه من الصغار الى فريق الامل، وبالتالي يحاسب حتى فيما يتعلق بالمنح التي تقدم يحاسب عليها، فين صرفتي هذه المنح؟ على مستوى الدعايه والاشهار يجب تقنين هذا الموضوع، لان باقي هو ما معروفش السبيل ديالو، الفرق كاين هناك من يعيش في بحبوحه من الامكانيات الماديه، وفرق اخرى علما على انه على مستوى المدينه هناك مؤسسات اجتماع مؤسسات صناعيه عامه او شبه عامه او خاصه تستثمر، وفي لكن المنح تسلم على مستوى الاداره المركزيه. هذا موضوع انا قلت على اساس العرض والطلب، العرض والطلب هو الذي يحدد قيمه ديال المنتوج المستهلك، لاعب لا ينتج، لاعب مستوى ضعيف، وهو اللي تيخلينا الان المدربين في 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 مشكله. المدرب لما تكون عنده 28 لاعب ومستواه هو تيقوم بالاعداد ديالهم على المستوى البدني على المستوى الذهني على المستوى التقني على المستوى، ولكن مستواه لا يتطور. دابا سي ابراهيم شوف انا هما معنا المدربين هم ادرى بهذه الامور، دابا المدرب جا لواحد الفريق يعني غادي يتعاقد معاه يعني غادي يتعاقد معاه باهداف، انا غادي نقول لك واش اشنو بغيتو مني انا؟ انت غتمشي عند واحد الفريق اللي هو ممنوع من الانتدابات، ما يمكنش يجيب لاعبين، اذا داك الشيء اللي كاين تما هذا المدرب خصو يشتغل. انا راه عندي اللائحه ديال المدربين الكفاءات الان اللي ما خدامينش، انا ما كنسميهمش عاطلين، هادو ما تعطاتهمش فرصه، انا ما نصنفهمش في الخانه ديال العاطلين، لا هادو كفاءات، مجموعه ديال المربيين، اسماء وازنه ما خدامينش لا في القسم الاول ولا في القسم الثاني.
دوك اللي ختامين الله يسهل عليهم ما كانش مشكل. انا كنت كنتمنى ان الان الوفاء بالالتزامات باش يمكن لك توفر الاجر الشهري. هذاك اللاعب اللي كيتريني الاسبوع كامل كيحضر في الوقت كيلعب المباريات كيحقق النتائج في راس الشهر هو كيكون حاضر الشهر كامل في التدريب وفي المباريات وفي الرحلات والسفريات وفي النهايه ديال الشهر المسؤول عليه ما قادرش يوفي بالالتزامات ديالو. الله يحسن عوان تيقول هذا الشيء كثير ما عندناش وبدينا كنشوفوا هذاك الامور كيفاش كتمشي بينما هذا احتراف. هذا الشيء عطى واحد مجموعه ديال الملفات متراكمه لدرجه ان رئيس العصبه الوطنيه لكره القدم الاحترافيه السي عبد السلام القرون قال اكثر من 30 مليار ريال بالفعل ديال اكثر من 30 مليار هادو ملفات. عاد الملفات اللي كاينين في الفيفا دابا الان الفيفا ملي تحكم الملف ديال عبد السلام وادو الفريق مولي توجد السي عبد السلام خصو 900 مليون ولا غادي ندخلوا في شي حوايج اخرين عاوتاني. ابراهيم بالفعل هذه موضوعات شائكه. علاش انا قلت انا خاص الجسم التسييري المغربي يفكر في كما فكر السيد رئيس الجامعه في منهجيه واستراتيجيه لارتقاء بالمنتخبات الوطنيه. الان يجب التفكير في منهجيه وطريقه لتصحيح هذا الوضع ديال الاجور، تصحيح الوضع ديال صرف المستحقات اللاعبين، تفكير جديد. لان مثلا انا كنقول منتوج هذا القميص يساوي في ملي ما تيكونش عند ملي كيكون عندنا التضخم المالي كيكون كيساوي كذا، ولكن ملي كيكون الانتاج ضعيف ديال المنتوج ضعيف ما كيبقاش السومه ديالو هي نفس السومه اللي في الوقت اللي هذا هو السوق، راه السوق يتحكم في المنتوج. وبالتالي الجسم التسييري المغربي بما له من كفاءات وطنيه سواء في الجانب المالي والاداري والتقني واشراك المدربين. ماذا نريد من البطوله الوطنيه؟ الان حنايا الان 13 سنه ديال الاحتراف ولكن الامور زايده وتتراجع. اعطيتي النتائج والنتائج صارخه سواء على مستوى الاجور او على مستوى حتى الترتيب بين الوداد بين الجيش الملكي واخر صف ديال الترتيب او الرتبه 15 كتشوف فرق شاسع، وهذه لاول مره في المغرب كنشوفوا هذه الامور. اذا هناك خلل، هذا الخلل يجب سي ابراهيم حنا 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 خطابنا في الاعلام المدربين هما كيدوا على المهنه على حرفه. احنا عندنا المنظور العام، الدوله الان كاينه اراده سياسيه، جلاله الملك شنا الاموال اللي كتضخ والاهتمام بالرياضه، وشفنا بدءا بالرساله الملكيه اللي جات 2008 24 25 اكتوبر. من بعد الرساله الملكيه 2010 كتجي المؤسسه ديال كتجي الاكاديميه ديال محمد السادس، ثم كتجي اوراش اخرى كيجي المركز ديال محمد السادس. هذا الشيء جلاله الملك هو اللي وراء الامور. والتنزيل كاين الجامعه الملكيه المغربيه منذ 2014 مع السي فوزي القشع والمكتب الناس اللي جاوا معه. اذا كاينه اراده على مستوى السياسه ديال الدوله، شفنا الامور كيف غاديه. بقيه الاجتهادات، كاين عندنا جوج انواع ديال المسيرين، كاين المسير اللي كنا كنعرفوا عنده الشكاره كيجيب فلوسه ولكن هذا ما بقاش يقدر على هذا الشيء. إذا خص المسير اللي عنده أفكار كيفاش يمكن أنه كاين جانب آخر، واحد المجلس بلدي إلا أنت يعني متعاطف مع ذاك مع اللون ديال ذاك الحزب مع ذاك المجلس كيعطيوك، ما كنتيش معاهم ما كيعطيوكش أولا كينقصوا ليك أولا شفنا. ولكن باش تبقى تتسنى أنت دير جمعية ديالك وتسنى الدولة تعطيك الفلوس وتعطيك الملعب وتعطيك كل شيء وتعطيك، ولكن مساحة ديال الاجتهاد كيف يمكن أن نحرك هذا الزواج بين المؤسسات التجارية والمؤسسات اللي هي اقتصادية والمؤسسات الرياضية، لأن الزواج كيخصو يكون رابح وتكون فيه عنصر ديال الثقة. لأن شفنا واحد العدد ديال المؤسسات اللي هي وطنيه واللي اشتغلت مع بعض الانديه واحد الوقيته قال لك ما نقدرش نخدم معاه، لان الا كانت مثلا مؤسسه بنكيه غادا تخدم مع مؤسسه رياضيه البنكه راه كتحسب جيسكو ديرني سنتيم قبل ما كيسدوا البنكه في العشيه اخر سنتيم. الامور الحساب مقاده، انت ما يمكنش غادي تبقى كتقول لي بلاتي وهذه ما يمكنش نديروها وهذه الحسابات كيخصها تكون. السي ابراهيم بالفعل، وهذا هو اللي كيخلينا دائما كنطرحوا السؤال
إلى متى غياب المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة والانتقال إلى مجال الاستثمار كما هو الآن كنشوفوا السعودية الفرق الأربعة اللي تحت الصفوف الأولى وغيرها حجم الاستثمارات والمؤسسات الاستثمارية. ولكن عرفتي كيفاش هاد الحركة اللي تحركت في السعودية؟ نعم. أرى وراءها المغرب، ما حققه المغرب في كأس العالم دفع سلطات في المملكة العربية السعودية والمهتمة بالرياضة أن واحد مجموعة ديال الأندية يوفروا لهم ويقادوا لهم باش يكونوا هذوك هما الركائز، بحال ملي كيتكلم السي عبد الغني العثماني على إسبانيا، المنتخب ديال إسبانيا كيطيح ولكن كيوقف بسرعة، لماذا؟ لأن البارسا والريال والأتلتيكو هذوك الركائز كاينين واقفين. بالفعل بالفعل احنا نتمنى على ان الان هاي البطوله غادي نقولها شوف شوف سيدي ابراهيم سيدي ابراهيم شوف انت من اعز اصدقائي قبل ما المتمنيات نخليهم من بعد ما ناخذ الفاصل خليوك تمنى الاحلام ارانا نهضروا على واقعنا دابا ونشوفوا شنو اللي فيه، ودائما حنا راه ملي كنقراو لهاد الواقع ديالنا وتنقولوا هاد المسيرين مساك الله يكون في عونهم وهاد المدربين وهذا، وبغينا هاد هاد الوطن هذا وهاد المغرب الرياضي انه يكون كيرقى، ولكن راه المغرب الرياضي في المؤسسات الكبيره اللي فيه راه خاص يسيروا الناس اللي غادي يجيو اللي ما عندوش الوقت باش يسير مؤسسه كبيره، يمشي يخلي الناس اللي عندهم الوقت ويخلي الناس اللي عندهم خبره ويخلي الناس اللي فاصل قصير ثم نعود. ديال كرة القدم فيها مجموعة من الإشراقات إنجازات وخاصة على مستوى المنتخبات، لاحظنا أيضا كرة القدم الآن اللي كتاخذ التوازن ديالها كاين الإناث وكاين الذكور، على مستوى الإناث ما نساوش على أن إلا كانت كرة القدم النسائية الآن تتطور كاين أيضا إرادة وطنية سياسية، راه ما يمكنش نقولوا هذا المنتخب الوطني وصل للنهائي ديال كأس أمم إفريقيا، ولكن الرجاء مع المدونة والاهتمام اللي كاين ديال الدولة بالمدونة، جات المدونة في 2004 وشوف شنو اللي تبعها، ربطوا الأحداث كيفاش دايرة. حتى الفيفا كانت عندها تايا يعني كان دعم ديال لأن من بعد 2004 المغرب كيحتضن أول مناظرة إفريقية لكرة القدم النسوية في 5 مارس في مراكش. هذا كله جاء داخل متداخل كيبان على أنها هي قضية دولة، إحنا بلادنا وسيدنا الله ينصره كاين هذا الإرادة، قبل ما كانش الرياضة من الأولويات لأن كانت عندنا مشاكل كثيرة، المغفور له محمد الخامس كان كيعتني بالرياضيين والرياضيات ولكن كان الاستقلال وكان مفهوم ديال الدولة، وهذا المغفور له الحسن الثاني كيفاش جاء حتى هو غادي يبني المغرب ويبني الدولة الحديثة والأمور، ولكن شنو اللي عانى حتى هو تعرض المحاولات اغتيال في السماء وفي الأرض، ولكن مع جلالة الملك محمد السادس نصره الله من 1999 شفنا التحول اللي عرفته والرياضة من الأولويات، راه كان عطى 33 مليار للتحضير الرياضي للألعاب الأولمبية، ديك اللجنة اللي ربما ما عرفتش هذيك اللجنة تا فين كانت مشات، كانت عطات إمكانيات، وأهم ما دارت هذيك اللجنة هو أن الرياضيين من اللي عطاهم هذوك الإمكانيات ما بقاوش عندنا الرياضيين كيهربوا ولا كياخذوا واحد جوج مليون في الشهر وكيهيئ وكيدير ما بقاش يهرب. ياك السي إبراهيم بالفعل محمد أنت كان تصدق هو الجانب هذا الجانب اللي عشناه مع الملوك الثلاثة ما شاء الله. الآن راه كنقولها دائما أي واحد جزار المغرب وبدأ من المطارات ولا من المواني وبدأ يشوف المغرب راه جنة في الأرض تبارك الله، ولكن الرياضة الآن تسويقها بهذا الشكل اللي غادي به تسويق عالمي وتخلي الآن كل زائر المغرب يصاب بالانبهار لهذا الشيء. ندوينا على اللاعبين المحترفين وغيرهم، علاش الفرق الوطنية المغربية اللاعبين المتميزين تيتباعوا وما تيجيبوش البدائل وهما تيلعبوا على مسابقات إفريقية واللي كتبيع لهم؟ وي الآن أحسن الهدافين الحمد لله الكعبي رحيمي أزارو وغيرهم اللاعبين اللي هدافين ديال البطولات في الخليج وغيرها، الفرق المغربية ما قدروش يخدوهم
ويشريوهم ويخلصوا. في حين حنا كنسمعوا 900 800 مليون 45 مليون وغيرها، علاش ما نحافظوش؟ وربما القرار ديال جلاله الملك الله لا، ولكن كاين السي ابراهيم شوف جلب ديال جلب اللاعبين دوك العصافير النادره، انت كتجيب هداف ما كتجيبش مهاجم، لان كتجيب هذاك الوقت اللي كتوصل للنصف النهائي ولا النهائي، هذاك تيحل لك المشكل. ولكن هذاك اللاعب قيمته، راه اللاعب في افريقيا مثلا اللي هو لاعب ممتاز راه كياخذوه بعدا في اوروبا، ولا يعني ما خدوش في اوروبا غادي ياخذوا الفراقي ديال الفرق العربيه اللي عندها الامكانيات. يعني كيولي اذا حنا داك اللي غادي يوصلنا ونقدروا ناخذوا حنا غادي يكون نقول انا درجه ثالثه ياك سعد الغني، لانه الا كان داك المزيان الهداف اللي هذا راك غادي ياخذوا دوك اللي عندهم الفلوس، حيت هذه مساله ديال 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 كنتقداو كتشري. لانه انا متفق مع السي الفلكي السي ابراهيم، لانه هذاك السيد اللي غادي يمشي وهو كيعطي اضافه للبطوله الوطنيه والفريق ديالو غادي يمشي يعني واحد المبلغ، وحنا كنجيبوا يعني لاعب افريقي بمبلغ مضاعف، علاش ما نعطيوش لهذاك ولدنا ويبقى عندنا وتبقى عندنا بطوله وكل فريق انه يدير يشتغل بها الطريق. عندنا غير بطوله، يبقى عندنا في بطولتنا نلعب حتى فلوسنا يبقاو. هذا هو اللي كاين، علاش غادي نجيبوا واحد وندورو ليه ونعطيوه مسائل اللي هي اغرائيه باش انه وما كي ما كيعطي حتى اضافه للفريق ديالو. نعم ما كاينش اضافه. واش معقول انك تجيب لاعب غتشريه اجنبي وتجلسوا في البونتوش؟ لا لا واخا غير مقبول. واش كنشريو حنا اللاعب البديل نجلسوه؟ اللاعب الاحتياطي لا. واحد الخطره شي 4 سنين 5 سنين فريق جاب واحد اللاعب من البرازيل، وقلت انا ملي ولا عندنا لاعب برازيلي في الاحتياط وكورتنا فين مشات؟ ها يا كبري وبرازيلي برازيلي في الاحتياط ويلي وبرازيلي جا وما دات ما لعبتها مقابله ودا الفلوس ومشى لحاله. ولكن هذاك اللي ما لعب والو هذاك برازيلي عاف الباسبور، اسمعني ماشي في كورتو هذاك. انا برازيلي في الباسبور هي، ولكن ماشي في كورتو، ماشي كرة البرازيل هذيك. انا عندي واحد الكلمه لما تحدثتوا على برشيد وعلى باموس وعلى الجيش الملكي وعلى الكره في الصالات، انا جاتني في بالي لاعب وهو سعد دحان. الله يشافيه سعد دحان. انا كنت الروعه سعد دحان رائع، بحيث انه تقريبا جلي جالي فيها 40 سنتيم جلي 40 على 40 كيمكن لي راوغ فريق كامل. سعد دحان في عدد من المباريات والعثماني راه كان معاه وعاش معاه. سعد دحان كون كان في كره القدم ديال الصالات الان سعد دحان غادي يكون مش هنقول لك ماشي لوروا ديال قاعات الصالات او غيرها، ولكن الكره المغربيه عندك كذلك الظلمي وسط المربع، عندك بن عديشه، عندك فتحي، عندك الحاج مصطفى خليف، لاعبين متولي علوي متولي، هادو اللاعبين اللي كيراوغ على الشبر كيمكن يراوغ. عبد الرحمن بن محجوب في البطولات الكبيره تاع فرنسا كيخرج التوني ديالو نقي، ما كيعذب لا مول الصابون لا مول يبوي. احمد العلاوي فرنسا في بارك دي برانس. المهم هذه هذا عبد الرحمن بن المحجوب كانوا تيحكيو لنا على انه في البارك ديال لي برانس، على ان الجمهور اللي كان تيحضر في واحد تقريبا ما واحد 20% ديال 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 السيدات اللي تيجيو على قبله باش يشوفوا الطريقه ديال تسريحه الشعر ديالو وكيف يروض الكره عنيق. كان عنده واحد الجمال في الكره، جمال هو اولا جميل وجمال وعود. شكرا لكم. كتشكر يا السعي في الحديث، ولكن كنقول خاصك يلاه قول لنا المتمنيات ديالك باش ما نكونوش مصطفى شكري. مصطفى شكري البيتشو، مصطفى شكري البيتشو مات عنده 32 عام في هذيك الفتره الزمنيه، دار كل شيء. حيث ان هذاك جمهور، هذاك مصطفى شكري البيتشو لاعب كان عنده جمهور، كاين جمهور ديال الفريق بحال قلتي ظلمي ملي مشاو معاه، بحال قلتي عزيز بودرباله، لاعب اللي عنده جمهور ديالو، لاعب عنده ايضا. ما قبل من 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 نقول لك الى اللقاء اليوم، كاين ذكرى رحيل العربي الزاولي اللي ودعنا
نهار 13 ابريل 1987 العربي الزاولي فريد زمانه واللي كيودعنا في مثل هاد اليوم هذه 37 سنة 37 سنة وكيبقى العربي الزاولي ظاهرة غير الأسماء دي مهندس أنا ما نكونش نعرفه أكثر من أكثر من مهندس شهيد شهيد كنت محمد ذكر الجمع العام ديال الجامعة الملكية المغربية في قاعة سمية في 70 ماذا فعل الزاولي لأن غتبقى هذيك في التاريخ نعم. وكيف تحولت الكفة من 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 جهة إلى أخرى نعم. ورسول كان ذكي ولا تفرق في غيره اجتمع في العربي الزاولي نعم لأن هو كان عنده مجموعة ديال الأسماء من اللي كنقولوا العربي الزاولي من مواليد 1922 العربي الزاولي كان تنقولوا هو العربي الزاولي هو العربي الكوك هو ولد الباتول يعني شوف هاد الأسماء اللي كانت عنده عاد هو الشيضمي لأنه هو من كان كيجي من 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 سوار العربي الزاولي ما كانش كياخد كونجي هذا واحد من اللي صنعوا وساهموا في الكرة وكان أيضا درب المنتخبات الجهوية كان رفيق درب الأفجيغو والقدميري كان العربي الزاولي اللي خدم كرة القدم في الحي المحمدي ملي كان تحدثوا السي إبراهيم على العربي الزاولي كان تحدثوا على واحد مسكون بكرة القدم وسط في الحي المحمدي وسط دخان المعامل ودور الصفيح كيحدث مدرسة مدرسة اللي عطات مؤسسة اللي سجل أول هدف في ويمبلي النومير المهدي زواني المسكيني ساكارين ولكن كيف انتهى هذا الرجل العربي الزاولي عاش فقيرا ومات فقيرا لم يملك من هذه الدنيا التي كان بإمكانه أن يملك فيها الشيء الكثير سوى شبر التراب الذي وري فيه جثمانه أنا حضرت الجنازة دياله تبعين الناس وكانوا يتساءلون أول الجنازة المهيبة وفيها واحد عدد السيارات واحد عدد الناس من هو قلنا لهم هذا رجل مربي هذا لعب الكرة ودرب وسير وكان معتكف الملعب ديال الحفرة لا يخرج من ملعب الحفرة إلا من ملعب إلا ليكون في ملعب آخر أنا ما زلت نذكر والحجام كيجي يحلق ليه يحصل ليه في تيران ياك في الملعب ديالو راه السكن ديالو كان في الملعب باقا أمي فاطمة ما زال ساكنة في هذاك الكورنير وملي تيخرج كي قلتي راه ما تيخرج تقريبا واحد 20 متر وتياخذ كرسي وكيطلع فوق الدار ديالو وتيبقى يراقب وفي الصيف العربي الزاولي في الصيف كيدير التورنوا باش يكتشف هذاك والعربي الزاولي من اللي كتدرسوا العربي الزاولي لم تكن له لا كاتبة ولا كونطابل العربي الزاولي كان فيه كل شيء كان فيه كل شيء العربي الزاولي لم تكن له لا كاتبة ولا كونطابل سي إبراهيم ودون أن ننسى الإبن ديالو اللي تولد كذلك رئاسة الحفظ الضيضاوي والإبن ديالو عبد الكريم اللي مازال الآن كيدير والزوجة ديالو أمي فاطمة اللي صبنات وكلات والدار ديالو كان مفتوح للجميع ماشي غير الدار ديالو راه كانت تما دير فندق كانوا اللاعبين كانت أفكار فعلا كانوا اللاعبين الأكل ديالهم تما والمبيت وكانت احترافية في ذاك الفترة كانت الاحترافية بمعنى الكريم والذكاء ديالو كان لاعب كيجي غير والذكاء ديالو في القوانين راه ما يقدش على شي واحد يجي غير اللباس ديالك عادي كتقبل المسائل ديال التدريب كلها موجودة في الفيستير اللي كان عندهم بحال شي حمام عرفتي كبير بزاف والله العظيم هذاك سميتو لوطيل هذاك سمايا حضرك إبراهيم الله يرحم العربي الزاولي اليوم حنا وقدرنا هاد وقفة كنتذكروه لأن هادي الذكرى ذكرى 37 اللي رحيل العربي الزاولي ومن خلاله كنترحموا على كل هاد الناس اللي خدموا كرة القدم واللي كانوا كيعتبروا راه مذكورين في الرسالة الملكية كيعتبروا اللاعبين أبناء ديالهم وولادهم ونتمنوا كل خير لفريق الاتحاد البيضاوي الطاس نرجعوا لفاصل قصير
ثم غادي ناخذوا معنا صديقنا السي احمد نجاح، وقريب ناخذوا ايضا مستمعاتنا ومستمعينا. احنا كنناقشوا البطوله الوطنيه ونرجعوا للكلاسيكو بعد لحظات، تبقوا معنا. مداخلات كثير عند مستمعاتنا ومستمعينا. صديقنا السي بن بلات يقولنا ودي كاينين اللاعبين اللي ما كيتاهلوش لكاس العالم، ولكن علاش ما يدارش لهم حتى هما واحد الفريق، يدار لهم واحد المنتخب؟ يعني كاين افكار نيره باش جميع اللاعبين وجميع انهم يعني تكون عندهم فرص ديال المشاركه. غنمشيو بسرعه مع السي احمد نجاح وغنمشيو للكلاسيكو. السي احمد مرحبا. السي محمد، السي عبد الرحيم، والسي شهيد، وابو نزار، مرحبا. وغادي نبدا منين خلاها الاستاذ الكبير ابراهيم فلكي فتين، يعني باش رحوما على العربي الزولي اجتمع فيه ما تفرق في الاخرين، لان هادشي كاع اللي قلته وكان انا اللي عرفت اسمع، لان صار يعني الحمد لله لقيت شحال مني مع سي عبد اللطيف المسوي الله يرحمهم جميعا. كان تيدير كشفيه وكان كيدير في العيال الوطنيه، كيجمع الدراري ويدير اناشيد صغار، يعني هذا إضافة إلى ما تفضلتم. السي أحمد غادي نزيدك، تعرفوا كبر أكثر مني. لا بلاتي السي أحمد، كان نظم المقابلة في إفران واللي لعب فيها جلالة الملك اليوم كان آنذاك ولي العهد، كان من الشبان اللي لعبوا في هذيك المقابلة، مشاو أولاد من الدار البيضاء ولعبوا هذيك المقابلة في مدينة إفران في هذاك الملعب ديال إفران، وهكذا كان كيجمع وجميع المناسبات الوطنيه كيجمع دوك الوليدات وكيديروا الاستعراض بداك اللباس ديالو، كنعز عليه اللون الابيض هو. واحد النهار انا طرحت عليه السؤال، قلت ليه بعربي علاش كتلبس اللعاب، عز عليك تلعب تيقولوا لك انت فرقه ديال ريال مدريد، قال لي اللعاب كيف ما بغى يكون ملي كيلبس الابيض من لي بال الشورت التوني، قال لي كيبان واقف وتيتزاد فيه، قال لي هذا شوف السيدي. الله يرحمه السي محمد. غير على البطوله الوطنيه كما قلت لك كاين عندنا 900 لاعب واموال كثيره وما كنعطيوش للمنتخب، عندنا مشاكل الفرق كامل عندها مشاكل، محرومين من فرق قويه بحال الوداد، فاس، طنجة، محمديه، الاشفي، بني ملال، وخلي بقى محرومين من الانتدابات الصيفيه المقبله، يعني كاين شي حاجه ما هياش. ما نساوش انه الحمد لله كاين صفراء، لا كاين سي محمد، راه حنا خرجنا من كاس افريقيا من الطمور البارح، وكنت انا اللي كنت نتمنى، وانت انا عارف الاذاعه الام اف ام، وانت يعني 100% مع الرياضه النسويه، مع الاسف الشديد كنا بغينا فريقنا الوطني زاد فرصه، لان الالعاب الاولمبيه اكبر تظاهره يعني ممكن يحلم بها اي رياضي، مع الاسف الشديد وما قدرناش نتاهلوا في ملعبنا، يعني هذه كاين واحد المراره حتى هي خلتها بالنسبه لهذا المنتخب تاع النسوي ديالنا، كنا بغيناهم يشوفوهم في باريس في الالعاب الاولمبيه. وكاين حاجه اخرى اسمها هذه المشاكل تاع الفرق، راه دايرينها المسيرين. انا نعطيك واحد المثال سي محمد صغير، راه قبل اسبوعين كنت مع الرئيس تاع السوال، رئيس تاع السوال، وقال بالحرف الواحد انه انا اجور، ما كيسني لا لاعب لا مدرب لا مسؤول لا اداري لا حتى واحد، كل شيء. وراه هذا تا هو كيلعب في البريمير ديفيزيون، علاش؟ حيت غادي على داك الشيء اللي يقدر يكون. هذا هو اللي كاين. اما كما قلت راه كاين شي فرق تتبعها، هذوك هذا نعطينا 50 مليون و 30 مليون راه ما كيشدوش في اوروبا كاع صح، يعني بعض الفرق لا. والمردود كان بكري، كانوا بعض الانديه كيديروا المردود روندمون، يعني اللاعبين كيك واحد الرواتب عاديه، ولكن الا كان شي لاعبين كيعطيو اخر الشهر كيعطيو ديال المردود، كيعطيو نقاط وكيولي المردود، لان هادشي راه بزاف، لان ما غاش نقدروا نمشيو في هاد الارقام اللي كنديروا. انا قبل يمكن 10 سنوات انا باقي عاقل، بلاتيني كان في الفيفا، قال بان ما خصش الفرق الاوروبيه تبقى تعطي، فاش بداو كيعطيو لهاد الارقام قال هادشي راه غادي يرجع لهم بمشاكل. وفعلا لان دابا حنا اللي رجع عندنا بزاف تاع المال، لان كل دائن بحال يعني كيفاش هذا ودوا جا شهرين في وجده ولا شحال ديال 900 مليون، ولكن هما تعاقدوا معاه راه كاين شوف العقد كثير يا سي محمد المديرين الشارع. لا ولكن حتى هما ربما كانت عندهم نيه، كانوا كينتظروا، كانوا كيعتقدوا ان الامور غادا تمشي مزيان.
اي مسيره سهله سي محمد غادي ندير معك 900 مليون ولكن الشهر الاول الا ما كانت كذا كتولي كذا كانت كذا كتولي كذا تتكون بنود ماشي حكم مفتوح انا صيت لا راه هاد المشاكل اللي عند اللي عند الفرق راه دايرينها المسيرين بغينا ولا كرهنا سي محمد هي المشاكل ديال التسيير هادو مشاكل يعني راه كل واحد كي راه كنقولوا قاصح ولا كذاب واش انت ما عارفش عندك ميزانيه تاع 6 ملاير وكتدير 12 مليار عاف راه ما عندك منين تجيبها ولا دابا يعطوني ولا دابا يعطوني سير اسيدي داك الشيء اللي عندك وزعوا على الموسم ديالك ما غادي تكون كامل والناس حتى الناس اللاعبين ديالك والناس غادي يحترموك لانك كما قلتي انت سي محمد لاعب كيجي الشهر كامل وكيدير وعنده مسؤوليات وعنده الكره وليداتو ودارو وموبا وما تخلصش فراس الشهر اش باش بغيت اش بغي ياكل بعدا باش يلعب لك حتى مزيان غاتيجي تريني يمكن ما واكلش والله الا واحد الوقت جاونا لاعبين تيقول لك والله استاذ ما فطرت وما تغديت يعني كتكون ديال شي تمرين كتبدلوا فعلا يعني رانا لا يمكن راه بحال اي موظف دابا اللاعب ولا موظف الا ما تخلصوش الموظف راه غتصنض باش غادي ياكلوا هما ولادو راه هذا الشيء خص المسيرين يعرفوا بان اول حاجه نمشي باش نوفر اخر الشهر راه قبيله قلت لي واحد الاحصائيه زوينه الا كان عندنا كذا مليار هل خصنا شهريا 300 مليون ولا 100 مليون الا ما عندك هادي راه راك غادي فين غادي زائد كدير احتمال انك تربح جوج ولا ثلاثه مباريات خلال الشهر شحال المنحه ديالك راه ضروري سي محمد شهريا راه بحال الموظفين تماما نعم. بقى معايا سي احمد باش ما الوقت كيزحمنا غنمشيو للكلاسيك كيف تتوقعوا المقابله اليوم الوداد و الجيش الملكي والفرق ما بين الوداد والجيش الملكي الجيش الملكي في الرتبة الأولى ب 58 نقطة ولكن متشبت بيديه كل شيء باش يبقى في الرتبة الأولى الرجاء تنتظر أن يعرقل الوداد الجيش الملكي الجيش الملكي ثابت سمعنا بزاف ديال الهضره راه دايرين لهم بريم دايرين لهم من حادك شي حتى الان لا اساس له من 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 الصحه بالفعل استاذ محمد ابو السال الكلاسيكو اللي غادي ينطلق اليوم انطلاقا من الساعه السادسه ملعب بشير بالمحمديه فريق الجيش الملكي كما قلتي كيحتل الرتبه الاولى ب 58 نقطه فريق الوداد في المرتبه الخامسه ب 37 نقطه والرجاء بالفعل لكن الجيش الملكي في الصف الاول ب 58 نقطه الصف الثاني الرجاء الرياضي ب 54 نقطه الصف الثالث نهضه بركان ب 40 نقطه الصف الرابع الفتح الرباطي ب 38 نقطه والصف الخامس فريق الوداد اذا جوج ديال المقابلات ملعوبين اليوم ما بين المحمديه بالفعل كاين الكلاسيكو اليوم اللي غادي نطلع الدار البيضاء جوج ديال المقابلات في 24 كيلومتر ياك كاين المقابله المهمه ديال الجيش اللي غادي يحل الضيف اليوم على الوداد انطلاقا من الساعه السادسه وكاين المباراه ديال اليوم غد اللي غتجمع شباب محمديه بالرجاء البيضاوي انطلاقا من الساعه التاسعه مساء يوم غادي الاحد اذا غتكون جوج مباريات حاسمه كما قلتي كان كلام كثير على منح استثنائيه بالنسبه للاعبين ديال الوداد ولكن هي كنعرفوا المباراه ديال الكلاسيكو كيف ما كان الترتيب ديال الفريقين لا هذا الموسم كنشوفوا فريق الوداد في رتبه ماشي ما كايناش على اللقب ولكن كاين مباراه عنده مهمه عكس على غرار الجيش الملكي في السنوات السابقه اللي كان كيواجه الوداد ورغم انه ما كانش كيحتل الرتبه الاولى ولكن ديما كتكون مقابله في المستوى الكبير اليوم نتمنى نشوفوا عرض كبير عرض في المستوى فريقين بترسانه بشريه كبيره للوداد اليوم الوداد راه متغير جديد هو المدرب عزيز بن عسكر اللي كيقود هذا لقى الكلاسيكو ولكن فريق الرجاء او فريق الجيش الملكي اليوم راه فريق متكامل بترسانه كبيره هو المقابله سي محمد شاهد الكلاسيكو المقابله ديال الكلاسيكو ديما كتكون مقابله اولا بغينا نشوف فيها الكره كبيره فوالا اللي بغيت نهضر عليها لان انا كنت كنحبد ان تكون المقابله في مركب محمد الخامس لان هو مركب محمد الخامس كما في الاصلاحات قضيه البلاد دابا هي كانت تكون في ملعب كبير ويكون الجمهور ديال الفريقين لان الكلاسيكو بدون جمهور لا ديال الجيش الملكي ولا ديال الوداد تتكون بحال واحد الاكله ناقصه واحد ناقصه شي توابل ولكن الكلاسيكو ديما كيدوز في المستوى العالي نتمنى ان الروح الرياضيه تعوم في هذه المقابله و اللي غيستاهل ينتصر هو اللي غينتصر وكره القدم هي هذه سعد الغني من جديد الرجاء والجيش الملكي ومازال تنذكروا 2003 2004 2004 2005
ثم 2012 و2013 صراع محموم تلخر، وقد فعلتها فعلها الجيش الملكي في الدار البيضاء مع أرمومن مقابلة اللي ما ينساهاش المركب الرياضي محمد الخامس. كيفاش الجيش الملكي كيجي وشكون جايبو؟ جايبو فاخر، وجاي معاه جوج، جاي معاه خليط العسكري وجاي معاه أرمومن، وجاي معاه أرمومن. وأرمومن كيف في الدقة 16 والدقة 89 جوج الصفر هنا بمركب الرياضي محمد الخامس. أيضا 2003-2004 الجيش الملكي والرجاء، الرجاء كتنتصر في قنيطرة 4-1 والجيش الملكي كيعرقلوا الكوكب مراكشي 2-2 والرجاء كتدي البطولة. 2012-2013 الرجاء رتبة الأولى 63 نقطة والجيش الملكي 59. الرجاء كينتصر على الدفاع الحسني الجديدي هنا في الدار البيضاء 2-1 والمغرب الفاسي وعرقل الجيش الملكي، هذه في الدورة 30. عاود يتجدد هذا الأمر، هذا ما عرفت كيفاش غتسالي هذا العام هذا. أنا ما هذا اللقاء يتجدد ولكن بمتغيرات كثيرة. كاينة الجيش في أفضل حالته، ترسانة بشرية في المستوى، إمكانيات كاينة، لاعبين حماس كبير، يعني انتصارات اللي كاينة، الوداد بمشاكل كثيرة. نعم. ولكن كتبقى الوداد دائما هي الوداد، لأنه في مثل هذه المقابلات الوداد تكبر، كتنسى المشاكل، كتنسى الهم، كتنسى ما هو سميته مشكل، ولكن كينعكس على ما هو تقني وتكتيكي، لأنه 37 نقطة يعني انتصار فهو يعطي 40 يعني تقفز للصف الثالث، وهذا نعم. مهم بالنسبة للفريق الوداد. الوداد كاين حماس، عبد المجيد البرناكي الرئيس دابا اللي مقابل الوداد واقف على هذه الأمور هذه، بغى باش يحقق حتى انتصار. حنا كنعرفوا دائما الكلاسيكو، الكلاسيكو هو اللاعبين في داخل ديالهم كيكونوا متحمسين، هذيك لا موتيفاسيون انترانسيكس داخليه كتخليهم انهم كيعطيو اكثر. ولكن هذا الظرف هذا كاين مقابله اخرى في المحمديه ديال الرجاء، راه هذا اسبوع باش داز القضيه بينات، داز المقابله بيناتهم، كيف الرجاء انتصر على شباب المحمديه ازاحت. ايضا نور الدين الزياتي واقف على المقابله ديالو حتى هو، تيقول لك انا ما يمكنش، لا يمكن ان انهزم امام الخصم مرتين. لا ما يمكنش ينهزم امام الخصم مرتين وانه على مستوى الترتيب فهو كيعاني وفي يعني حاجه الى حد ذاته راه هو مطالب باش انه يقلب على ثلاثه نقاط، وشابو ليه انه خذا الفرقه في هذا الوقت هذا. شوف هو الشباب، الشباب اللي كنتمنى والله العظيم كنتمنى صادقا انه يبقى في القسم الوطني الاول، لانه غادي يكون فريق كبير عنده امكانيات ديال لاعبين كبار. هو المشكل اللي دار انك تلعب اللاعبين كلهم شباب، الشباب بوحدو صعيب باش انه ما عندوش، راه ما عندوش امكانيه الانتدابات، لانه هو غارق مشاكل. وسام الناصري واضح تيقول له كبير، انا شنو مشاكلنا اللي عندنا. جوج ديال اللاعبين اللي كانوا هما يا النويره ديال انهم مشاو للوداد، يعني بوشتا وزمراوي. ناخذ فاصل قصير، وصلنا للساعة الثالثة و15 دقيقة باستوديو إذاعة ام اف ام، وما تنسوش أيضا الموقع الرياضي الشامل mfmsport.ma، تجدون على مدار الساعة الجديد في الرياضة وطنيا ودوليا. ابقوا معنا لحظة وغناخذ مستمعتنا ومستمعينا للتحاور حول القضايا المطروحة في الرياضة الوطنية، ابقوا معنا. اسمعوا دابا لإذاعة ام اف ام. في كل جهة من المغرب المرأة المغربية كتساهم في اقتصاد البلاد. بل احنا وصلنا بأنه ينافس المنتوجات العالمية، دابا تنتجو 26 منتج. خضار غيج المشروع يتحذجات كي أتيريد مقنعة. والباريد بانك كيزورهم في المقر العمل ديالهم
وكيقدم لهم نصائح بنكية ومالية. كنعتمدوا في طريقة تسويق المنتجات ديالنا على التسويق التقليدي والمباشر. مثلا زعما الكليان برا غنستافد الصدى البيضاء الرباط، كنديروا الطرز بصالة وخياطة. دابا ديك البركة اللي كاتشيس كنديروا لها واحد الحساب ديالها فواحد. موعدكم مع فقرة البنك لكل مغاربة يوميا على إذاعة أم أف أم، البريد بنك لكل المغاربة. كتسمعوا دابا لإذاعة أم أف أم من الملاعب الرياضية مع محمد أبو السهل والقسم الرياضي. نرجعوا عند زميلنا سي أحمد نجاح. سي أحمد مرحبا. سي محمد، بالنسبة للكلاسيكو الوداد فرصة لأنك إلى فزتي على الأول حتى واخا ما درت حاجة في الموسم أنا راه غلبت الأول. واخا واش نعتبروا على أن الرجل اللي ما غادي يلعب حتى الغدا عاد غادي يكون عارف النتيجة؟ أفونتاج كبير، أفونتاج كبير. زائد أن الجيش دابا كل المباريات المتبقية عبارة عن سدة، لأن كل الفرق تلعب مع الأول، غادي تجي يعني جميع خايفة وباغي دير شي مفاجأة لأنك تتلعب مع الأول غتوجد راسك مزيان، ماشي يعني راك مع الأول، يعني فرق المباريات المتبقية للجيش غتكون ليه ماشي سهلة، يعني رغم أنه الجيش الآن في أحسن حالته وجاهز وما عنده مشاكل الحمد لله، لكن الفرق كلها سواء اللي في الوسط أو مهددة غادي تكون صعيب صعيب مباريات الجيش المقبلة. أما بالنسبة للرجاء طبعا الرجاء أنا عارفش كيف منا والله اليوم كنا لا وقولينا يعني قولينا قسم معنا لا والرجاء الرجاء دابا تيتمنى غير التعادل اسمه يلا ما نقولش ودابا دابا لي فار دابا لي فار الى ربحات الى ربحات راه غيولي ضغط على الرجاء خصو تنتصر لا الى الى ربحات لي فار وما لحقش الرجاء صافي انتهى الموسم بالنسبه للرجاء دابا كيبقى ديما داك الامل وفرق اربع نقاط يعني الى تعثر الجيش غير التعادل وفاز الرجاء تبقى مثلا فرق نقطة. مباراه فرق مباراة يعني ممكن تحصل لي أي حاجة. نتذكر موسم الماضي آخر دقيقتين الوداد هو البطل نعم. وفي نصف دقيقة صار الجيش هو البطل نعم. يعني واحد نعم. شكرا لك آخر دقيقة سي محمد نعم شكرا نعم. لك سيدي أحمد نجاح. نلتقي غدا نأخذ واحد الفصل قصير غنائي ثم غنأخذ معنا مستمعتنا مستمعينا 0522 31 33 33 0522 30 30 00. الآن كنتلقاو مكالمات عديدة ورسائل كثيرة حول المسير اللي كيشتغل المسير اللي ما كيشتغلش المسير اللي كيقدم خدمة. الآن أمور واضحة اللي قاد واللي ما قاد شيء واللي اللي عليه اللي عنده طموح مسير عنده طموح ولكن إمكانيات الله غالب كاين هذه الأمور هذه كلها لحظات ورجعوا مع الآراء دي المستمعاتنا ومستمعينا. كنعتذروا العشاق المشاهب وعشاق هذه الأغنية الشمسور وصوت رائع دي المشاهب ولا دربكم وأصدقاء ناس وستي الله يرحمه وفعلا هذيك المجموعات باش يتنسى ولا ما يمكنش البداية غناخذوا صديق من سلا مستمعتنا مستمعنا سي صديق. الله يحفظك أشياء أبو السهل وتحية للإخوة اللي معاكم بارك عواشركم كلكم الله يحفظك على وسي كمال حلوته بعد مناسبة البركولي في الحواشر الله يجازيك بخير موصول والمستمع والمستمعين كلهم الله يحفظك. وأخويا هضرت قبيل على هشام بكرا يا ريت كل دومين كلهم يكونوا بحدك السيد اللي صبر وقاسر الكثير نعم باش يعطينا المنتوج هذا والله العظيم. إذا قلتي احتراف راه هو صنعه نعم. صنعه بالكفاءة ديالو بواحد واحد واحد العناية مسكين راه مسكين راه دار حديثة سير على وداد نعم نعم كان دار حديثة سير مع الفرقة ديالو ديال سبو كانوا غادين في لو برومي نهار فاتح شتنبر 2012 ثلاث شهور قبل ما يكونوا غادين لكأس العالم وانا لقيته في المطار شاد ديال السمطة شاد الضلوع ديالو وغادي مع المنتخب وعاني الكثير وما كانش كياخذ تفرنك وما توجش ديال اللعابة قبل
ايوه وشي مسؤولين تا هما ما كانوا نعم نعم باش نقول لك هو راه زاد الله في عمره والله سبحانه وتعالى زاد في عمره ليمتعنا اليوم وليكون في هذا المكان ديالو. بغينا هذا الوطن العزيز يكونوا بحال هاد المناضلين هادو حتى الكفاءات هما اللي خصهم ديما الكفاءات كاينه. شوف البلاد ما خاطيت تش حاجه، البلاد دائما باقا غادا بولاد الناس وغادا ببنات الناس وغادا الكفاءات هما اللي بغينا يكونوا في الواجهه. نعم. باش نقلصوا هذيك ذاك الريع الرياضي بحال دابا البطوله الاحترافيه زرعناها في الكفاءات راه كيحاربوا بعض الخطرات كيبغيو يجريو عليهم الله يهربوهم. كاين هذا المشكل هذا. هما معاك في استوديو نيس راه هما جالسين معاك وكيترقبوا حتى هما ديك الساعه مال هادو يجريو عليهم لا لا حتى هما خصهم يبانوا في الواجهه. احنا كان دائما في اتصال معاهم لان كنامنوا بكفاءتهم وبقدراتهم. وكما قلتي الوداد الوداد راه في التاريخ ديالها ما وصلتش لهذا ولو دابا غير العناوين الكلاسيكو هادي ما بقيناش نشوفوا لا كلاسيكو لا والو. دابا الوداد انت كتقولي الوداد الان راه فتحوا باب الانخراط الله 34 ملف فقط. لا قلت لك زعما شوف الهرم قدو قداش وشوفين ولا ولكن شوف لا خوف على الوداد، المؤسسات الكبيرة ثابتة قائمة كاين وهي تأسست على هدى من الله ما تخافش عليها. والله يرحم السي العربي الزاولي في هذا النهار. شكرا لك شكرا خويا. وانتم في سلا الله يرحم سي محمد من شتوكا. السلام عليكم سيدي محمد. مرحبا الله يبارك فيك سيدي محمد. ما كنسمعكش مزيان بقى معايا بقى معايا راه صوتك ما كيوصلش مزيان باش يوصل صوتك. نعم اخويا سيدي محمد. لا شويه شويه الله يسول فيك الخير شويه. نعم سيدي. لا شوف كنحاولوا ولكن شوف خاصو يكون هو مرتاح باش يدوي معنا لان ما يمكنش كتعرف واحد اللي تيكون تيعاني وعنده شي حاله صعيب. اما حنا ما كاينش اللي ما كنتواصلوش معاه، حنا هذا خدينا على عاتقنا هنا كنعتني بالرياضيين في الأزمنة الثلاثة ماضي وحاضر ومستقبل. نمشيو لبنقرير ناخذ معنا السي سعيد القاعدي. شكرا سيدي محمد. شكرا سي العثماني والسي عبد الرحيم والسي محمد شاهد. سي محمد شاهد والسي محمد شاهد ها هو معك. مرحبا. المهم سيدي محمد كيف قلتي هذه القولة قالها الحسن الثاني الله يرحمه، كاينين ولاد الناس وبنات الناس. أكيد. وكيف قال السي الصديق راه البلاد فيها ولاد الناس منهم السي ابو سهل الله يحفظك من ولاد الناس. علاش؟ لان الرجل المناسب في المكان المناسب. وغادي نعودوا كيف كنتوا في المداخله ديال الفراق، خاص هذوك المنخرطين يتحصنوا. واش كتلقى رئيس كيخلص على المنخرطين باش يبقى دائما هو الرئيس وعلى الاخر يغرق الفرقه في الفلوس ويزيد في حالاته؟ راه هذاك الحكم اللي خرج للسيد مع وجده راه من حقه. علاش اللي ما كنلقاوش الناس اداريين اللي كيعرفوا المسائل الفعل والفاعل في الكونترا؟ لان العقيده شرطه المتعاقدين. ما غادي نبداو يبقى فينا الحال. وشوف السي سعيد دابا الطريقه ديال التعاقد راه كان فيها واحد شويه ديال الامل وشويه ديال الطموح وقالوا هذا مدرب تكون في الخارج وزوين وغادي يجي وغنديروا معاه، ما كانوش ناويين انه غيخرج منه هذه الامور لدرجه ان شوف حسن النيه هو الان عبد السلام ودو مرتش هاد الناس اللي جابوك وتعاقدوا معاك باربع سنوات يمكن هما يشافوا فيك هذاك، ولكن اللي وقع النزاع هو ما كاينش، هو اربع سنوات ثبتها عليهم ما كاينش. وغادي نوه سيدي محمد بثلاثه، بالإدارة ديال الجيش الملكي والإدارة ديال الفتح الرباطي وديال التوارقة. هادو أنا دايرهم بأنهم هك اللي بغى يمشي يدرب ويعرف كيفاش يجاري وكيفاش يصرف يمشي عند هاد الناس يشوف تما المعقول. المعقول كاين، أنا هادو كنفتخر بهم وشكرا. تبارك الله عليك عجباتك هادي السي عبد الغني. دابا واش بد ثلاثه ديال النماذج يعني هادو نماذج في التسيير يعني اتحاد تروكي الفتح الرياضي
والجيش الملكي صراحة تسيير منطقي تسيير احترافي وبالتالي النتائج راه باينه. ادارات نمشيو للرباط ناخذ معنا السي محمد. تحياتي الاخ ابو سال. شكرا خويا. تحياتي وعيد مبارك سعيد و... الله يبارك فيك حول العافيه وراحه البال ان شاء الله وطول العمر متبادل حتى انت تكون بخير الاستمراريه ان شاء الله الصحه والعافيه. نعم سيدي محمد. بالنسبة لهشام الدقيق الرجل المناسب في المكان المناسب، إنسان خلوق، إنسان عنده كما كنت هضرت في واحد الإذاعة قالوا لي راه قراوا ليه الكتاب ديالو، قلت ليه سي هشام الدقيق ما كتقراش ليه الكتاب ديالو. لا 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 غيبقى دائما كيجتهد. إلا ما قداتو خطة واحدة عندو 300 خطة. نعم بالفعل. قلت ليه 40 6 و4. الربعة كيدخلوا تبارك الله عليهم وداك وتبارك الله عليك الولي السفيان. الله يعطيه الصحة ودع الوليدات تلعبوا وإن شاء الله راه الله قبل غيحافظوا عليه إن شاء الله فهمتي هذه بدون منازع وأنا كان كنتفرجوا مرتاحين باش تكون غير كانت هذه الخطة هذه عند الناس اللي كانوا مكلفين بالفريق الوطني المغربي فهمتي خطة واحدة قراوها لي مصايبة تبقاو تالفين دايما فيها ألا صاحبي الإنسان خصو يتقدم شوية نعم ويكون راسو رطب ويتصنت ما يكونش متكبر يتصنت لخوتو نعم هادي راه تصنت لخوتو راه غادي يربح نعم وغادي يسر لي الله هذيك النيه راه النيه ماشي بهذا كافيه النيه راه خاصها العمل اكيد خاصها العمل اخويا النيه وخاصها التوكل على الله وتنوض مع الصباح بكري باش تبقى مع حتى الجوج تقول راه كندير النيه نعم لا هذا هو واحد جهه اخرى انا كفراوي مشجع ديال الجيش الملكي كنتمنى واحد الماتش يكون في الموسم ما كاينش اخويا الجمهوريات السي عبد الغني جاوب قال لك واش كاين الجمهور ولا ما كاينش؟ ما كاينش الجمهور كاين الجمهور ما كاينش وما ما ولكن شوف الجمهور ما كاينش في التيران لكن غادي كاين في كاين في المقاهي كاين في القلوب ديالهم ايوا كاين في القلوب ولكن كنتمنى واحد الماتش يكون زوين هذا هو اللي كنتمنى بدنيا ونفسيا راه غادي يفوز حنا مثلا تبارك الله عليك هو الحكم اللي كان عنده راه تنقص الحكم اللي كان تنقص منه شكرا سيدي محمد غنبقاو في الرباط ناخذوا السي عبد العزيز السلام عليكم سيدي ابو سهل تحياتي وشكرا على هذا البرنامج القيم اللي في الحقيقه كنستمتعوا به مع المحللين اللي كتجيبوا واللي في الحقيقه كتعطيونا واحد المعلومات الرياضيه كبيره على هذا الاذاعه الرائقيه اللي كتقدم لنا برامج هادفه كنشكرك خصوصا انت كمستوى رياضية مهتم بالارقام مهتم بالتاريخ ولكن عندي واحد العتاب مرحبا العتاب ديالي هو انكم بالنسبه للذاكره الرياضيه لاحظوا انكم كتذكروا غير الناس ديال كازا والناس ديال هذا يعني هذه مساله يعني انا اعاتي بكم ولكن داري. كنا كنهضروا على سعد سعد ماشي في الضرب اذا سعد دحان لا بالنسبه للاموات استاذ انا بالنسبه للناس اللي رحلوا لا الناس اللي رحلوا مثلا اللي كتكون شي حاجه ضروري الناس اللي رحلوا مثلا نعطيك مثلا بعض اللاعبين ما كتذكروهمش اللي رحلوا عندنا وما كتذكروهمش راه كتغيب عندنا بعض الحوايج حتى حنا كنساو بحالنا مثلا مثلا في 10 ابريل السنه اللي مضات مات واحد الصحفي كبير اللي هو السي محمد العزاوي انتم كتعرفوه معلوم وهضرنا على تكلمنا على العزاوي وعلاقتنا بالعزاوي تكلمنا على العزاوي في الوقت ديال الوفاه ديالو خصصنا له الحيز ديالو وكو كيستحق منا اكثر هذا علاقتنا بالعزاوي كاينه وما يمكنش حنا نساو العزاوي وما نعيطوش ليه والعزاوي عنده بعد وطني ماشي فقط غير بعد ديال الدار البيضاء ماشي من الدار البيضاء هضرنا على اخوتيرن صاحبنا حتى هو ماشي من الدار البيضاء سمعتيني اخويا ياك بالنسبه للاعبين مثلا شهر يناير 2014 محتوى ما لا لا انا بغيتي بحال هذا الشيء راه غنعطيك انا كثار انا عندي هذا الشيء ديال اللي كتقول لي انت نهار فلاني ونهار فلاني لا انا راه ماشي هنا كندير غير التوثيق ديال هذا الشيء انا راه عندي المباريات وعندي المنافسات وعندي هشام الدقيق دابا وعندي بزاف ديال الحوايج كذكرى مثلا بحال الزاوية عجبني الحال ملي ذكرتوها هذا غير عتاب شوفوا لا هذاك غير جا في الوقيته ديالو لا ولكن شوف راه ماشي حيت بديتي كتعطيني بالارقام راه غنزيدك انا ارقام كثيره غنزيدها لك انا تبارك الله عليك خويا شكرا شكرا ناخذ فاصل قصير ثم نعود من الملاعب الرياضيه مع محمد ابو السهل والقسم الرياضي
دائما مع مستمعاتنا ومستمعينا، وتكتبوا لنا المستمعات بالفعل لهاد الرواد من اناث وذكور من رياضيات ورياضيين اللي كيخص يعتني بهم اكثر، هما الانديه ديالهم بعدا يقيموا لهم ذكريات، مناسبات، تكريمات، مباريات، واستحضروهم باش يقدموهم لهاد الاجيال باش ما يتنساوش. والاعلام تيواكب حنا ما يمكنش، كاينين بعض العائلات اللي كيتواصلوا معنا باستمرار، وكاينين الناس اللي باستمرار فين ما كتكون شي حادث الا تيقيموا. شحال العدد ديال الا استثنينا الراك اللي كيقيم تقريبا واحد 32 او 33 دوري ديال دوره 33 ديال ديال نتيفي ديال احمد نتيفي الراحل. الرجاء كانوا داروا دوري ديال الابجيغو في مناسبه ديال 3 ومبقاش، كان دوريات اخرى ديال مصطفى بلاشمي مبقاش، كان واحد العدد ديال الدوريات. إذن هاد الثقافه ديال الترميز حنا منخرطين فيها، فقط كيخصها تستمر وتكون البدايه من الانديه اللي عطاها هذاك الرياضي ولا ديك الرياضي عطى داك الشيء، هما ما ينساوش وحنا نكونوا معاهم. نمشيو السيد البطاش وناخذوا معنا السيد العربي. سيدي محمد. السيد العربي. تحية لك سيدي محمد. الله يحفظك. نعم سيدي. تحية لك وتحية للطاقم التقني والأساتذة اللي معاك. شكرا. سيدي سيدي محمد عواد مبروكة. علينا وعليك خويا تكون بخير وعلى خير. الله يحفظك اسمع سيدي محمد، نتكلموا على هشام دقيقة. هشام دقيقة اللي كما قلت لك هذيك اللي كتبين لك بانه هذيك اللحظه اللي قلتي انت سي محمد اللي كتلاقى مع الانسان في المطار وشاد اللوع ديالو والحماس، من اجل اش؟ من اجل القميص الوطني ومن اجل نعم المغرب. هذاك الراجل المرابي اللي ما كاينش لغه الخشاب لا في الخطاب ديالو لا فين ما كيهضر معاك هشام دقيق كيهضر صريح، ما كاين لا نيه ولا والو، القدم وما جاب وخدام باستمرار، ماشي كيخدم غير في مناسبات، راه باستمرار هو راه في مركز محمد السادس كرة القدم، هو دائما كاين تما، هذاك هو البيت ديالو الثاني. كما قال واحد المستمع دروك اللي قبل من هذا السيد اللي هضر، قال لك اودي كتفرج وانت كتفرج مرتاح، كتعرف انه كتفرج الكرة، كتفرج وكتستمتع سيدي محمد، ماشي انت كتفرج وكتنغص، انت كتفرج وكتقول واش هذه الفرحة بتعود في المنتخب ولا ما تعودش. دابا كما نقولوا مع السي وليد، السي وليد راه كنا صراحه فرحنا معاه، ما غاديش حنا نكرو الخير، فرحنا معاه. وين سي محمد هذا الشيء اللي ولا راه وليدي في المنتخب وانت بحال الفرقه ديالك كتفرج فيها وعندك ثقه فيها، يكون خير يكون خير ان شاء الله. اللي عندك واحد اللي عندك واحد مجموعه من اللاعبين اللي هما لاعبين كبار ولاعبين عالميين، كتشوف كل واحد ما كيقدمش داك الشيء اللي بغاو منك يكون في الفرقه ديالو، كيش نقول لك كيكون لاعب اللي هو ماري ولاعب اللي هو كيعطي الفرقه ديالو كيجي للمنتخب ما فيناش اصلا الخطه ديال المدرب. وكنشوفوا السي العربي، كنشوفوا الرد وكنشوفوا مدى التاثير ديال النتيجه ملي كتكون نتيجه ايجابيه على الجمهور، وكتشوف ايضا المسؤولين. شفتي ايضا السي فوزي القجع جالس مع رئيس الاتحاد الافريقي ومع هذوك كيفاش جالس مرتاح امامه الامور كيفاش غاديه مزيانه، ما غتلقاش جالس على اعصابه لان الكره ما دارتش ولا شي حاجه. سيدي محمد. سيدي نتكلم على واحد الوليد اللي هو مغربي حر اللي هو شيبي. الشيبي نعم. التفاهم اللي وقع عليه مع الشحات هذاك السيد ما صبرش في الحق ديالو، وهذيك الترفيقه سي محمد راه بحال جاتنا حنا، جاتنا كنغير اكيد اكيد. انا ما داك الشيء راه مقزيز هذاك الشيء كي ودار الاعلام المصري بانه باش يلاقيهم في واحد التلفازه، واني واحد البرنامج سيدي محمد التلفازي، واني الشيبي رفض واتجه يشد الحق ديالو الا ما عطى الحق. صراحه في حد المصري عندنا فيه ثقه ما غاديش، واني شيبي وشنو بغاو يديو الخيط البيض ولا كيفاش؟ راه هادشي اللي بنقول، واني الترفيقه ماشي ديال الخيط البيض امام الملا، ولكن شوف كاينه قوانين. انت كترفع يدك على واحد السيد في ملعب ديال كره القدم، هذاك الملعب راه فيه قوانين. السي عبد الغني السي شاهد كاين قوانين، ما يمكنش تضرب واحد الكره كنلعبوا واحد وسط سيدي محمد وسط الملعب، وهذاك الدري كيشوف بقى كاين بوحدو وسط هذاك الناس، ما كاينش شي واحد اللي جا اللي قال حشومه. واش تطبقوا غير القانون صافي، انت جيتي
سالي تمشيتي عند هذاك علاش ضربوا بالتصفيقه ولاعب هو لاعب متعاقد مع الفريق الاهلي عاطيه واحد العقوبه بسيطه الشحات هذاك السيد على الاقل بعدا بيكون واحد التواصل ما بين الاتحادات ويعتذروا غادي ويقدروا ديري كيقول شوف السي العربي دابا حنا راه الامور بسيطه كاين قوانين وكاين مخالفات وكاين السلم ديال العقوبات هذا اللي غادي يجي ويعتدي على واحد اللاعب هذيك راه ماشي مكان ديال الفوضى انت ملي كتهز يدك وكتحمل مسؤوليتك العقوبه اللي غادا تجيك وانتهى الكلام صافي هادشي اللي كاين بلا ما يكثروا منه ولا غادي نجيبوه وخليوها للزمان من بعد راه غادي يتلاقاو هذاك غادي يكون دار العقوبه ديالو والاخر غادي يكون تا هو ارتاح والجماهير اللي كانت كتبع غادا تعرف شكرا لك السي العربي من سد البطاش غنمشيو لفقيه بن صالح ناخذوا العماري فقيه بن صالح كيخرجوا بني ملال من المنافسه ديال كاس العرش وتيخرجوا انا من التشيره امام التشيره ولكن كينافسوا في القسم الوطني الثاني البطوله غادي مزيان غادي مزيان ينافسوا من اجل الصعود ايوا مزيان سي العماري سي ابو السهل بارك عواشرك الله يبارك فيك ايوا راه بقي بصح دابا تعرف هذاك الضد ديال بني ملال مع فقيه كون عارف حتى بني ملال تبعد سير كون عارف قاطع بني ملال كيفاش كتمضاو مع بعضياتكم ولا كيفاش والو راه النمس اللي تتربح المهم سي العثماني تسلم عليه راه عزيزين علينا ديال فقيه بن صالح الله يا ودي كلهم اصدقاء تحاني خالد بزاف حتى السي محمد شهيد راه عنده ذكريات مع فقيه بن صالح فعلا ايوا راه قعدتي تجول بلاد سعيد كيدير جدي عبد الغني مزيان جدي كبير عبقادر كلشي بخير كبير صحتو مزيانه كلشي مزيان اخويا العثماني سي ابو سهل اسيدي انا نعطيك النتيجه ديال الوداد 3-1 للوداد اليوم 3-1 للوداد ولا نصيفط كبير يلعب اليوم ولكن وعلاش قلتيها لي انا ما قلتيهاش للعثماني ما عرفتش العثماني عزيز عليك العثماني وليتي كتقول انت محايد يا راه تا محايد ما غاديش نعطوك النتيجه وواحد القضيه قالك واحد الاخ ما تتسولش وهشام عباس مريض ما فراش حتى شي واحد في المغرب وعيط عليا على الصباح وهذا واجب عيط عليا قلت لي شوف لي النمره ديال هشام عباس وبقينا تنبريو وقلنا لك ديرها في الكلينيك مراكش وبقيت معانا هذا واجب هذا لا شوف العتاب اي واحد هذاك عز عليه شي لعاب ماشي مشكل حتى العتاب ديالو مقبول قال لك اودي لا تتسول ولكن حنا راه ما يمكنش نخصوا كل حلقاتنا لجميع اللاعبين اللي ولا راه كيكثروا حنا اللي كنشوفوه اكثر متضرر اكثر كنتواصلوا معاه تبارك الله نعم بغينا اخويا يوقفوا مع الفرقه العام الماجي هذا العام ما كاين والو يوقفوا مع الفرقه العام الماجي ان شاء الله واحتراماتي ليكم اخويا تبارك الله عليك لا خطيك لا خطيك راه عمري غنمشيو ليوسف ناخذوا السي عبد الغني واحتراماتي لك هذا بن خضره ياك ولكن تاع عبد الغني بن خضره يعني بن خضره يعني الراجا ولا كيفاش بن خضره انا ما فهمتش الراجا دائما الراجا هذاك الشيء علاش سميتها بن خضره وكذلك ورخا يسمع لها مسمى مزيان سيدي واش هذا الاسم ديالك نيت الحقيقي ولا الحقيقي هذه الكنيه ديالك نعم هذه الكنيه ديالك الكنيه ديال انت ملي حليت عينك لقيت راسك الكنيه ديالك سماك الوليد بن خضره ما قدرتيش تمشي لبن حمراء ولا شي حاجه اخرى لا لا تاعي برا الطبيعه خضراء صافي هكا وليدي هكا تفسير اهلا خويا اهلا مرحبا شهيد وكل طاقم تقني يعني بالنسبه للمنتخب الوطني داخل القاعه يعني انا سيك والله كنسمعوا بهاد المباريات اللي كيقدم لنا السيك يعني يقدم مباريات في مستوى البطوله يعني منتخب غني عن التعريف اتمنى مثلا ان هذا اللقب يكون ديالنا ثاني مره اخرى وتحياتي لكل الطاقم التقني اذا شكرا تبارك الله عليك خويا تبارك الله عليك غنمشيو للقنيطره ناخذ واحد الصوت متميز ديال المستمع من القنيطره هذا صوت الغرب بوحميدات صوته وسط الاصوات وسط زحمه الاصوات وعنده نبره ديالته بوحميدات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سيدي محمد مرحبا
تحيتي لك كبيرة وتحيتي الإخوان اللي معك، يسمحوا لي ما عرفش الاسم هو ديالهم. لا أوكي ناس سعد الغني العثماني معروف، السي محمد شايد معروف، هادو نعم. لعبوا الكرة نعم. الكبيرة تماما ومدربين نعم. نعم. اش نقول لك السي محمد أبو سهل حقيقة مش نهضر وعن نقول الاسم ديالك ولا ديال هاد الناس اللي عطاو كثير ثم الكثير ثم الكثير. والله انا كنهضر معك وصراحه كما نقولوا الحمد ديالي شوك عليا. علاش مشينا كيعجبوني هاد الناس اللي كيعطيو للمغرب بحال دابا ابو سهل او الرياضيين، وكتكلموا على هشام التكيك اللي حقيقه والله هاد السيد نقولها بهاد الكلمه خاص يكون الناس ديال المغرب او الناس ديال القنيطره بالخصوص اللي يعطيوه واحد الاهتمام كبير وكبير. مدرب حقيقة فيه شلة ديال الأوصاف، فيه كما نقولوا واحد الأوصاف حميمية، الكلمة الطيبة، حسن الخلق لحقيقة في هذا الراجل. أنا والله ماشي زعما أنا راه ما كنعرف ما كيعرفنيش مسكين، وأنا اللي كنعرفه هو ما كيعرفنيش كاع، ولكن هذا السيد أنا عاد كنشوفه في الشاشة أو كنشوفه فيه الحشمة وكيعطي ثم كيعطي. وعلى ما كنسمع كيف اللعاب اللي كيقولوا مثلا خويا أو اللي كيقولوا اللعاب الأب ديالي، علاش؟ هذيك الروح الرياضيه. انا كنتمنى من المدربين ديالنا دائما يخدموا ودائما يحمروا لنا الوجوه، سمحوا لي على هذه الكلمه، شي يحمروا الوجوه. والله ملي كيكون كما نقولوا واحد المقابله وهشام دقيق، انا والله شادي هي ما كنقول، كنكون فرحان، كنقول دائما انتصار ديالنا والحمد لله وشكر الله سبحانه وتعالى. مهم انا كنتمنى من الناس ديال القنيطره يعطيوا الاهتمام كبير، وكنتمنى الناس ديال القنيطره يديروا واحد الشارع ديال هذا الاسم انا وهشام تكي. كنسمعني يا سي محمد؟ كنسمعوك. واش نقول لك، البطوله حقيقه البطوله كتبقى بين الرجاء ومثل الجيش الملكي، هاد الفروق نقولها بهذه الكلمه للجيش ولا الرجاء صراحه كيحمروا لنا الوجوه. انا بعدا كاين عندي بحال اللي داتا انا عنفرح لهذا الفريق. دابا انت مرتاح مع راسك ابو حميده. اذا شكرا. نعم ابو حميده شاء الله يرحم الوالد. وكنتمنى من الاخ حكيم دومو لهذا العام يطلع لنا الفريق النادي القنيطره اللي حقيقه واحد الفرحه كبيره، ولكن خصها تكمل الا يطلع القسمه الثاني. المهم تحياتي واحتراماتي وتقديراتي لاخيكم محمد ابو حميدات من القنيطره. شكرا لك ابو حميدات من القنيطره. غناخذوا اخر مكالمه من فاس. سي حسن. تبارك الله الاستاذ العزيز الحبيب. الله يحفظك سيدي حسن. الله التسميه ديالك يا سيدي الاستاذ ديالنا الى تبارك الله فخر كتفخروا بها. الله وكذلك مازال الرياضي. الله يحفظك. بحال اللي كان شرايبي وكان الله يحفظ اصدقاء زملاء ديالنا الاصدقاء كاملين اللي كانوا في الاذاعه ديالنا المحبوبه. وداد فاس راه جمعوا اللعابه واتفقوا صافي باش غادي يعطيهم شويه ديال الفلوس وراه مشاو باش يلعبوا الكره ديال الماتش ديالهم. غدا غادي يكون عندهم لقاء مع الاستاذ المغربي ديالي. حنا في حنا كنفرحوا للمنتخب الوطني ديالنا كل ما كان في القاعه او في الكره هذا او اللي حنا هذا كنفتخروا فيه الحمد لله افتخارات ديالنا. ولكن انا عندي واحد الاشاره الله يجزاك بخير. مرحبا. فريق المغرب الفاسي بصفه عامه. فريق المغرب الفاسي. هنا هاد فريق المغرب الفاسي كتسمى هاد السمية أستاذ. معلوم. والسمية واللون، اللون أصفر والأسود. لأن علاش أستاذ ديالي؟ حنا هاد فريق المغرب الفاسي ما كنشوفوش فيه وليداتنا. ما عندناش وليداتنا. ما عندناش هاك اللعابة اللي كيجيبوه كيعطيو إضافة. أنا كاينش أستاذ ديالي شي لعاب كيعطينا إضافة كي كانوا اللعابة اللي عندنا شحال هادي. لا من ليمان، كزار، الزاز، التازيقي، بص، سميتو الزهراوي، بونو، عتيق، رحماني، سليماني، جميع اللي كانوا ولاد غندور غندور، حسين، سميتو شحابي سادني سادني يا سادني اللي سجل على سادني راه سجل على ياشينا. عطيتي على عاوتاني على حسينة اللي كان جاي الله من المنتخب وجا حموصة كي دار له نهار ديال الجيش. دابا استاذ ديالي حنا هاد الماتش هادي انت كتشوف فرقة هوات وقفلتها في الحلق. فرقة في الهوات. كاس العرش. كاس العرش. شباب فتح البيضاوي. ديال فتح البيضاوي. وقفات الماتش. ايوا شوف هادي راه هذا هو الكاس السلعة 8 كاس العرش هكا.
أستاذ يفهمني معايا يسمع معايا الله يجزاك بخير. حنا هذا الشيء هذا ماشي كنقللوا من الفروق، ولكن لا لا حنا حتى كنقولوا المغرب الفاسق اسمها الفرقه ديالنا، الفرقه ديالنا ديالو الفروق الحياة اللي كانت شحال هذه كتمدد. اما هما جايبين لنا شي حد اللعابه بالملايير وتاش شي اضافه ما كاينه، حتى شي اضافه ما كاينه في الفريق والو استاذ. شو شحال من مدرب، واجي نقول لك استاذ ديالي المدرب اللي كيجيبوه كيسيفطو عاود كيجيبوه عاود كيجيبوه، وما فهمناش هذا الشيء هذا وما فهمناش. ويصوب الله يصوب الله. كاينه مقابله عندهم اليوم السي حسن هيا مع الرشيد وانت تسنط بعد قليل غنطلق المقابله ديالهم. تنعاودوا نتواصلوا غدا. شكرا لك، كانت هذه اخر مكالمه. نمشيو للبرنامج، كاينين المباريات اللي غادي ينطلقوا بعد اقل من 8 دقائق من الان. بالفعل كاين الدوره 25 على البطوله الاحترافيه القسم الاول. بعد قليل غتنطلق المقابله ديال المغرب الفاسي اللي غادي يستقبل يوسف برشيد الساعه 6:00. جوج مباريات، فتح الرباط غادي يواجه اتحاد تورقا، الوداد الرياضي في الكلاسيكو امام الجيش الملكي، والساعه 8 مساء حسين تاكادير يستقبل مولوديه وجده. يوم غادي الاحد الساعه 5 اولمبيك اسفي يستقبل نهضه بركان، الساعه 7 المغرب التطواني اتحاد طنجة، هذا ديربي غادي تلعب بدون جمهور. الساعة 9 مساء شباب المحمدية غادي يستقبل الرجاء الرياضي، ويوم الاثنين الساعة 8 شباب السوالم نهضة الزمامرة. نعم، بالنسبة للقسم الثاني المباريات غادي تنطلق مع الساعة 4 اليوم، 4 ديال المباريات. شباب التسخوني الفرع مع الدفاع الحسني الجديدي، النادي المكناسي غادي يستقبل جمعيه سالا، الاتفاق المراكشي الاتحاد الاسلامي الوجدي، اولمبيك تشيرا الكوكب المراكشي. هادو مباريات فيهم فرق اللي معنيه بالصعود والنزول بالفعل، لان كاين النادي المكناسي والدفاع الحسني الجديدي الاتحاد الاسلامي الوجدي، هادو كلهم فرق كتصارع، والكوكب المراكشي كلهم فرق كتصارع من اجل الصعود. احنا هذا موضوع غادي نطرقوا له غدا ان شاء الله مع هاد الفراقي. ويوم غادي كاين 4 مباريات انطلاقا من الساعه 4. شباب المسيره غادي يستقبل الرجاء بني ملال، الراسينغ الرياضي غادي يستقبل اولمبيك خريبكا، سريع واتزم غادي يواجه شباب بن قرير، والستاد المغربي يواجه الوداد الفاسي. كيبان لك كاينين ديزافيشيا كاين عناوين. كاين مقابلة كاين الوداد بعدا والجيش، مقابلة ديال الوداد والجيش الملكي مقابلة صعيبة. قلنا بأن الوداد يعني رغم المشاكل اللي كتعيش قادرة أن هذه مقابلة في شباب محمدية في ملعب محمدية، ولكن ما ننسوش باش نكونوا أيضا منصفين ونقدم واحد التحية لرجال الأمن ديال مدينة المحمدية. طبعا الحال لأن المقابلة العدد ديال المباريات، وإذا كانت المقابلة غتبدأ في 4 راه رجال الأمن تيكونوا تما كنا في العشرات الصباح كيهيئوا. الله يكون في عون. يوم الوداد يستقبل الجيش الملكي، وغدا الشباب المحمدية الرجاء، ويوم الاثنين شباب السوالم غادي يواجه نهضة الزمام. في نفس الملعب كاين سي هشام حليم رئيس منطقة تما اللي عارف وكان يشتغل في الخلايا ديال الامن ومع التنقلات ديال الجماهير، وعنده خبره كبيره وتجربه هنايا، وكنشوف هذه الامور كيفاش كتمشي الان. تحيه لرجال تحيه للناس ديال الامن ديال مدينه المحمديه على هذا، لان كل تقريبا جميع المباريات كاينين في المحمديه الان. ما نساوش واحد التحيه للناس المشرفين على الملعب، لان باش يوجدوا لك الملعب تلعب فيه اليوم وتلعب فيه غدا وتلعب فيه نهار الاثنين، نعم. وتبقى بنفس نفس نفس الارضيه جودة. وتبارك الله عليهم. نعم هذا مهم. هذا اذا كاين مباريات اخرى اللي مهمه بالنسبه للنادي المكناسي. عينو النادي المكناسي اليوم الصداره على الصداره، الجمعيه السلويه لنعيتها. نادي المكناسي اللي كيحتل الرتبه الاولى ب 39 نقطه، متبوع بالكوكب المراكشي 37 نقطه، الرتبه الثالثه الدفاع الحسني الجديد 35 نقطه، والرتبه الرابعه الاتحاد الاسلامي الوجدي 34 نقطه. النادي المكناسي مع جمعيه سلا متصدر مع متناقضات متناقض فرق اللي كيختتم اسفل الترتيب هو جمعيه سلا ب 14 نقطه. دي مقابله صعيبه وصعيبه بزاف. على الورق النادي المكناسي هو المرشح باش ينتصر في هذه المقابله، الا كانت شي مفاجاه. اول مقابله ديال محمد سهيل وكاين نتمنوا له التوفيق ونتمنوا له التوفيق لجميع المنتمين. كاين ايضا المباراه اليوم الساعه 8 ديال حسين تاكادير اللي غادي يستقبل مولوديه وجده، المنتخب الوطني ايضا لكره القدم داخل القاعه. نتمتعوا ان شاء الله نشوفوا مقابله دائما. المنتخب ديال الفوتسال صراحه عنده نجوم، عنده اسماء كبيره
يعني قادرين انهم يمشوا بعيد في التظاهره. عيننا على الكاس لانه اللي نتمنى تكون اللي ثالث مره على التوالي باش نحصلوا على هذا الكاس افريقيا. ولفنا الكوب هادشي اللي كاين مع هشام دقيق كاينه لاكوب. كاينه لاكوب يا كاسي فعلا فعلا لان كاين غير ملي كتشوف اي مقابله تفرجتي فيها سابقا ولا دابا كاين الاطمئنان والاطمئنان على على كيما الانسان على الحصه شحال غادي يربح الفريق الوطني المغربي. كاين الاطمئنان على الفوز بالكاس. إذا كنعطيو نهاية حصة اليوم من الملاعب الرياضية غدا في نفس التوقيت. شكرا لك الإطار الوطني سعد الغني العثماني. شكرا سي عبد السلام. شكرا لك سي محمد شهيد الإطار الوطني. شكرا سيدي محمد. شكرا زميلي الإعلامي عبد الرحيم فكير. شكرا أستاذي سي محمد أبو السلام. كل زميلاتي وزملائي في الإذاعة غدا في نفس التوقيت ترقبوا فقرات متنوعة غدا إن شاء الله دائما على أثير إذاعة MFM وبرنامجكم من الملاعب الرياضي والرياضة على أثير إذاعة MFM في موسمها 18. شكرا لكم جميعا. بقيت أوقات ممتعة مع برامج إذاعة MFM وكذا الموقع الرياضي الشامل MFM Sport.ma. إلى اللقاء.